ماما حبيبي يا سعاد ايه؟ قومي. ايه محمود؟ ده لابس كده ليه؟ انت خارج ولا ايه؟ في حالة طارئة جت المستشفى، لازم اروح اشوفها عشان شكلها كده هتحتاج جراحة. طيب انت ايه اللي منامك هنا؟ ابدا، قعدت اتفرج على فيلم عربي انعست. ماشي، عايزة حاجة؟ لا يا حبيبي، خلي بالك من نفسك، خد حد من الدواليب اللي بره معاك، الوقت اتأخر واحنا في حتة مقطوعة. لازم يعني؟ يا ماما بيقفوا قدام المستشفى بيرعبوا العيانين. امشي خلاص. حاضر حاضر، ما لسه عيل صغير، هاخد حد معايا. هترجع امتى؟ والله يا ماما شكلها كده صباحي. ربنا يقويك يا حبيبي. لا اله الا الله، الحمد رسول الله. يلا اطلع نام فوق. اخد انهي دولاب؟ الست درف. حاضر. يا رب يا شرف، يا رب يا رب، ماليش غيرك يا رب. انا خايفه قوي يا ماما على شرف. امال انا اقول ايه؟ امانه في ايه يا ماما؟ يا رب يا رب يا رب، انا وحيده يا رب، بناتي لوحدهم يا رب، ما اشوفش فيهم حاجه وحشه خالص يا رب يا رب، عشان خاطري يا رب. فين دكتور؟ بنتي عامله ايه؟ طمني، ربنا يخليك يا فندم. الحمد لله بقت كويسه. احمدك واشكر فضلك يا رب، احمدك واشكر فضلك. هي الحاله كانت صعبه شويه بس الحمد لله ربنا سلم. الحمد لله. بس هي ما كانتش بتشتكي دايما من الم في جنبها؟ لا ابدا يا دكتور، دي كانت زي الفل. انتفاخ بس يا اخويا، انتفاخ بس اللي كان بيجي لها. غريبه دي، ازاي ده كانت على وشك الانفجار؟ يا لهوي انفجار، طب وعملت ايه؟ اهدي، مفيش حاجه، خلاص يا فندم، هي بقت كويسه. هي بس اكيد كانت بتتعب وبتطنش، ما تقولكوش. هي دايما كده يا دكتور، طول عمرها عماله تسيح. يا حبيبتي يا شرف، الحمد لله الحمد لله. تعالى معانا يا دكتور محمود عبد الخالق. ايه ده؟ هو انت صاحب المستشفى؟ وانت مالك؟ عيطي عيطي. اه صاحب المستشفى. ايوه بس حضرتك سنك صغير. وانت كمان مالك؟ عيطي جنب اختك يا فندم. مفيش حاجه. وحضرتك مالك؟ خلاص مال. تسالني؟ انا دارس في امريكا ودخلت الكليه وانا سن صغير. ما شاء الله، باين على صوابعك. بعد اذن حضرتك يا فندم. صحيح انتوا ممكن تستنوا في الاوضه، هي في الافاقه دلوقتي، اول ما هتفوق هيجيبوها بالترولي. لا لا لا، احنا مش هنتحرك، احنا هنفضل واقفين لغايه ما تقوم بالسلامه. خلاص اوكي، بعد اذنكم. اتفضل. يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله. بتبصي فين؟ خليكي معايا. سلحي خير؟ أي يا مسلحي خير؟ ايه حصل؟ امتى الكلام ده؟ طب انا جاي حالا. شرف، الحمد لله، ألف حمد لله على سلامتك. يسلمك. عاملة إيه يا نور عيني؟ الحمد لله كويس. ألف سلام عليكي يا شوشو. على مهلك يا بت. بقى كده برضو يا شرف تاخديني عليكي؟ الله يسلمك يا منى. كده برضو يا شوشو اللي تعمليه فينا؟ نروح بقى شغلنا إحنا إزاي دلوقتي؟ أنا آسفة يا دودو. يروح يفداكي ألف شغل. إن شاء الله حتى يرفضونا، أنا أصلا المدير بيتلكك لي. اتفضل. صباح الخير. صباح النور، الدكتور جه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا، طمنا يا دكتور. صباح الخير. صباح النور. اخبارنا ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسه بس الالم فظيع. تسمحي لي اكشف؟ يا ريت. الم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الجرح كويس، هو البنج بس اللي بدا يروح. دكتور تشرب حاجة حضرتك؟ يا فندم تشرب كلوكوز ولا حاجة؟ لا يا فندم ميرسي. احنا بس هنكتب لها على بنج اوكي. بس وكل حاجة هتبقى زي الفل ان شاء الله. ما شاء الله عليك، واضح ان انت متخصص في الزايدة. تعبناك معانا معلش. لا يا فندم ولا تعب ولا اي حاجة خالص. على فكرة بقى، ماما واخواتك بيقلقوا عليك قوي، لو تسمحي لي يعني بصراحة هم عندهم حق. لو اي حد عنده اخت ظريفة ورقيقة زيك كده لازم يخاف عليها ويحبها قوي كده. ها يا دكتور، تحب تشرب حاجة؟ لا خلاص، بنج بنج بنج. هندي لها بنج يا فندم، ما تقلقيش خلاص كل حاجة تبقى كويسة. ندي لمين بنج؟ البنت لسه فايقة من البنج. مسكن يا فندم، مسكن. مسكن، هندي لها مسكن. مسكن شكرا. حضرتك خليك قاعد لغاية الجرح ما يلم. لا يا فندم يلم براحته بقى.
اوكي اوكي اتفضل. عايز حضرتك اتفضل. مع السلامه. بعد اذنك. مع السلامه. السلام. مع السلامه. مع السلامه. دكتور خير؟ في حاجه؟ ايوه. لا انا اللي عايزاك بره. عايزاك بره. اوكي اتفضل. خلي بالكم من خطوكم، شوفوها بلقه. اتفضل يا دكتور ديار. حاضر يا فندم. دكتور لو سمحت من فضلك طمني، اصل احنا دايما بنتعالج في المستشفى بتاعه الشرطه، قلنا نيجي هنا عشان انا كنت قلقانه وانتوا جنب البيت. بيني وبينك كده، بنتي كويسه يا فندم؟ ما تقلقيش، دي طلعت ولا نزل الزايده يعني؟ سامحني اصلا انا كنت ادبي، هي حقيقي الزايده ملهاش لازمه. ما تقلقيش، مفيش اي ضرر على بنتك. الحمد لله، ربنا يخليك. اكيد ماما هتمسك الدكتور بره وهتعصره عشان تطمن عليك. طبعا، ودي حاجه تفوتها، دي ما تبقاش نور عز الدين. انما يعني يا بنانيت كده ما خدتوش بالكم من حاجه؟ طبعا خدنا يا بنتي، ان الدكتور الوسيم الامور عينه من الست شرف عبد الجبار. ليه بقى؟ هو حب من اول نظره. طيب يا ستي اتريقي قوي، وبكره تشوفي وتقولي دودي اختي قالت. طب انا مضطره بس اخد المكالمه دي. اتفضل خدها. الو، خير يا ماما؟ مال صوتك فيه؟ امتى حصل الكلام ده؟ وانت فين؟ طب انا جاي لك حالا. ما جيش ازاي بس؟ طب اقفلي يا ماما انا جاي. مع السلامه. معلش يا فندم انا مضطر امشي، انا اسف. لا اتفضل اتفضل. معلش انا اسف. خير ان شاء الله، انت عامل الخير ان شاء الله. ربنا يوقف لك الخير. شكرا يا فندم. اتفضل. هيا بنات طمنوني، انا مبسوطه الدكتور طمني وقال لي صحتك زي الفل. الحمد لله. بس ما اعرفش مامته كلمته، وشه اصفر بقى زي الكتكت وجري على طول. يا خبر يا ماما، اللي تلاقيها تعبانه ولا حاجه. استلمي بقى يا ستي، حماتك تعبانه من اولها، شكلك هتشتغلي ممرضه. ايه ايه، في حاجه؟ لا يا ماما مفيش حاجه، ده بتقولها يعني ان الدكتور محترم وذوق وابن ناس جدا. اه، وانت سمعتيها وانت بعيد عنها وانا اللي جنبها ما سمعتش؟ لا يا ماما، ما انا سمعتهم بالاحساس. احساس ايه؟ مالك؟ ايه الموبايل سخن ما تردي. اصل ماما لا مش هينفع ارد على التليفون طبعا، اصل هي اكيد واحده صاحبتي من الشغل، وانا لو رديت عليها هتكون عايزه تزوغ من اوردر وعايزه تشيله لي يعني، يرضيك يعني. لا خليكي قاعده معايا النهارده. يا روحي، هو انا هسيبك وانا ليا غيرك في الدنيا؟ ايوه، احنا مفيش حاجه ابدا تفرقنا عن بعض، انت لازم تقعدي معانا. اه ايوه، اقعدي معانا واقعدي معانا، ربنا يخلينا لبعض وتستقردوني. في ايه يا عيال؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه. امال ايه يعني؟ على فكره الدكتور ده محترم وباين عليه شاطر. ايوه بس جريء. ايه ايه، اول ما يشوفها يقول لها جميله ورقيقه؟ ايه شغل الوساده الخاليه دي؟ يا ماما عليكي، اما انت بتدققي في تفاصيل. يا ستي بيجاملها، بيرفع من معنوياتها، ماشي حال. يعني ايه جاملها؟ دي جايه تعمل عمليه الزايده، يا جايه تنفخ شفايفها؟ جيل اخر زمن. مدام سعاد، واضح ان حريق المحل تم بفعل فاعل، تتهمي مين؟ الحقيقه رغم ان انا عارفه انكم لقيتوا رجال الامن بتوع المحل مخدرين، بس انا برضو مش بتهم حد. يعني حضرتك مالكيش اي اعداء؟ الله اعلم. طب لو حضرتك مأمن على المحل، يا ريت تبعت لنا مندوب التامين يشرفنا. ان شاء الله، تشكر قوي. يا خبر، امتى حصل الكلام ده؟ وما نزلتش تصور ليه يا عصام؟ مستنييني انا وابراهيم عشان نعمل ايه؟ يا حبيبي انزل اتصرف، مش لازم انا ابقى موجوده في كل حاجه. يا جماعه اتصرفوا. طب يلا بسرعه انجز وقولي عملت ايه. مع السلامة. محدش عايز يشتغل، كله معتمد عليا. ألو سعاد هانم، قلبي عندك يا حبيبتي والله. معلش يعني واضح ان نعيل عليكي جامدة قوي اليومين دول. المهم حبيبتي، هو انت مش مأمنة؟ طب بركة الحمد لله انه اتحرق، قصدي يعني ربنا يعوض ان شاء الله. اه انا فاهمه حبيبتي، طبعا طبعا البضاعه هي اللي مشكله. صح صح. لا انا طبعا لازم اجي ازورك،
ولو اني يعني انا كنت اتمنى ان انا اجيلك في ظروف احسن من كده. الله يخلي، ده اقل حاجه يا حبيبتي، ربنا معاكي بجد. على فكره بالنسبه للقس بتاع الحمله بتاعتك ما تحمليش همه خالص. ايوه الحمله بتاعتك هتمشي زي ما هي، وانت وقت ما يبقى فيه فلوس ابعتي دي محطتك، دي محطتك، عدي اقل حاجه اقدر اعملها لك. ميرسي يا حبيبتي، مع الف سلامه، باي باي. اهو ده اللي نبنى من الحريق، تاجيل القسط. ايه يا شهوة؟ ده باب عربية تدخلي كده من غير استئذان؟ تمام يا فندم. السجينة تفيد عبد الصمد عايزة تقابل سيادتك. ايه؟ تقابلني؟ هو أنا إيه؟ مأذون شرعي؟ أي مسجونة كده تيجي تقابل مأمور السجن عادي؟ لا طبعًا مش عادي، عندك حق يا فندم، بس هي بتقول إن الموضوع اللي هي جايالك فيه مسألة حياة أو موت. إن شاء الله يكون موت. إيه ناوية تنتحر؟ هي فين زفتة الطين؟ متلقاها في العنبر. اجري هاتيها واعملي لي كوباية شاي تقيل حبر. اتفضلي. الو؟ ايوه يا شوشو يا حبيبتي، ازيك يا نورعين؟ عامله ايه؟ كلتي؟ طب كويس. خدتي الدواء اللي بعد الاكل؟ يعني ايه لا؟ يا حبيبتي انت شايله الزايده، هيحصل مضاعفات، الكلى هتصدي، والناس اللي عندك دول الممرضات قاعدين زي قلتهم؟ يعني انا لما كنتش اتكلمت ما كنتيش هتاخدي الدواء؟ طيب طيب هكلمك بعدين، باي 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 باي. تمام يا فندم. اهلا بالمرأة العنكبوت، ازيك يا ست اخس؟ ايه يا وليه بتعيطي ليه؟ ابويا ست، ابويا ست المأمورة. امال ابوكي طلق امك؟ لا راح لها النهارده الصبح، مات. لا حول ولا قوه الا بالله، في جهنم ولهبها، قصدي في الجنه ونعيمها. الله، وانت عرفت ازاي يا بيت؟ انت لسه بتهربي موبايلات؟ لا والله يا ست الماموره، ده اخويا جه بلغ اداره السجن وهم بلغوني. البقاء لله، ادعي له بالرحمه، ولا اقول لك بلاش انت تدعي، شوفي حد طيب من اهلك كده يدعي له. ابوس ايدك ابوس ايدك يا ست الماموره، خليني بكره اروح العزاء. تروحي فين؟ انت فاكره نفسك بتصيفي في مارينا؟ ده سجن فيه تعليمات ولوائح. ايوه بس يعني ساعات بيبقى في استثناء للحالات اللي زي دي. ايوه بيروحوا المسجونات بيحضروا العزاء ومعهم حراسه. بيحصل سياده الماموره ثواب، انا اروح معاها. ايوه بيحصل مع مسجونات حسن سير وسلوك، مش دي لا عندها سيور ولا سلوك، ده احنا جايبينها من على السور بالشبشب. ابوس ايدك ساعديني في الموضوع ده. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك ايه، ما تصبري كده للأربعين، نطلع نفرق قرص رحمه ونور عليه. ابوس ايدك يا ست هانم، انت ما تعرفيش ابويا ده، ابويا الحاج كان غالي عليا قد ايه. وبعدين بقى يا شهوار. معلش يا سياده المامور والنبي ثواب. طيب سيبونا افكر، بس ما وعدكيش. الهي يا ربي، الهي يا ربي، ما يحرمك من عزيز ابدا قادر يا كريم. يا رب. اديتك حته لحن الاغنيه اللي اديتهاني عالمي. طب يلا سمعهولي. ماشي، اما نمشي من هنا بس عشان انا مسجله على الموبايل. بتتحجج. ماشي يا سيدي، اوكي. بقول لك ايه؟ ايه؟ غمضي عينيكي. ليه؟ عايز تسمعني لحن وانا مغمضه عينيا ولا ايه؟ غمضي عينيكي بقى عشان خاطري.
ماشي يا سيدي اهو. ايه رايك؟ You will marry me؟ تتجوزيني؟ مبروك يا حبيبي يا كريم، ألف مبروك يا حبيبي، وخمسة وخميسة في عين اللي تشوفك ولا تصليش على النبي يا حبيبي. الله يبارك فيك يا أمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا ست الكل. يا حبيبي يا قلبي. تعالى بقى ممكن نسيبك منها. حبيبي يا بابا. حبيبي يا أمي. والله العظيم طول عمري أحلى من أشوفك متجوز. طب أنت بتعيط ليه دلوقتي بس يا بابا؟ هو أنت فرحان تعيط، زعلان تعيط، جعان تعيط؟ مش بعيط يا ابني، ده بين عنك عيني وجعان. حبيبي ألف سلام عليك. بقول لك إيه؟ عايزك بقى تملانا البيت عيال كده وينوروا لنا الدنيا ويلفوا حوالينا ويركبوني حمار. عينيا يا بابا عينيا، حاضر. ولو إنك يا ابني هتكبرني بدري. ليه وأنت فاكر نفسك نغة يا راجل أنت ولا نغة؟ ده انا كنت عيله كده عندي 10 سنين وقالوا لي يلا اتجوزي مسعد الاكبر منك ب 40 سنه، وعشان ابقى دقيقه كنت اكبر مني ب 42 سنه. ايه يا فتنة؟ مالك يا حبيبتي؟ انتي مش هتقولي مبروك ولا ايه؟ مبروك يا كريم. هو ايه اصله ده؟ هي مالها؟ ايه اللي هي مالها ده؟ انت هتستعبط؟ يا ابني البت من وهي صغيره وبيد ميته فيك لشوشتها، افتكرت لما تكبر يعني انك هتتجوزها، جيت دلوقتي كسرت نفسها. جوزها ايه يا ماما بس؟ انتي عارفه ان فتنة دي زي اختي بالظبط، وعمري في حياتي ما شفتها كزوجه. ده احنا متربيين مع بعض، انا لو كان ليا اخت شقيقه ما كنتش هحبها زي فتنة كده يا بابا ولا ايه؟ معلش معلش يا كان عندها عشق. قوم راضيها بكلمتين. راضيها يعني اقول لها ايه؟ انتوا كمان قول لها اي حاجه، انت غني لها هتنام منك. امر لله. يلا يلا يا واد يلا يا واد. انا برضو كان عندك 10 سنين. يا راجل يا عجوز. ايه يا فتنة؟ قمتي وسبتيني يعني؟ لا ابدا يا كريم، اصل كنت تعبانه قوي من الصبح. فتنة انت عارفه قد ايه انا بحبك، وعارفه قد ايه انت حد غالي في حياتي. ملوش لازمه الكلام ده يا ابن خالتي، مش محتاجه انك تواسيني. اواسيكي ايه يا بنتي؟ انت بجد عارفه قد ايه انا بحبك، بس كل قصه ان قلب الانسان ده مش بايديه، وبعدين انا طول عمري بجد شعوري ناحيتك ان انت اختي واكتر من اختي، خصوصا ان انا وحيد واتولدت لقيتك. أنا مقدرة ده كويس يا كريم ومش زعلانة بجد؟ بس بالله عليك محدش هيغني لك في فرحك غيري. أكيد عينيا الاتنين. هاتي بوسة بقى. يلا نقوم نشوف ماما. يلا يلا. حسابات. حاضر يا فندم. ازيك بابا جوه؟ اه جوه. ميرسي يا بوب. ازيك؟ اهلا تعال. فاضي ولا اجي لك وقت تاني؟ ده انا لو مش فاضي افضلك مخصوص كمان. حبيبي يا بابا ربنا يخليك لي يا رب. ايه شكلك في حاجه؟ يا سلام عليك يا بوب وانت فاهمني كده على طول. عيب يا ابني، انا بص في عينيك اعرف ان كان في حاجه ولا لا. بص بقى بوب، انا قررت ان انا اخطب اخيرا. الحمد لله، الف الف مبروك. الله يبارك لي فيك يا حبيبي، بس هو في مشكلة صغيرة. أكيد مشكلة، أكيد خاصة بأمك. الله، طب وأنت عرفت إزاي؟ هو في مشكلة في الدنيا أمك مش طرف فيها. المشكلة يا بابا إن البنت اللي أنا عايز أتجوزها مامتها تبقى عدوة ماما. وتطلع مين البنت دي؟ المهندسة عدالة عبد الجبار. إيه يا ابني الاسم المرعب ده؟ أنت جاي تخوفني؟ ودي بتشتغل إيه دي؟ دي مهندسة في إم جي إكس اللي مسكنا النيتوركينج عندنا في الفنادق. ايوه 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 عرفتها. مش دي البنت بتاعت الجماعه الارهابيين اياهم بتوع شرم الشيخ؟ يا سلام عليك يا بوبو على ذاكرتك. عيب يا ابني احنا بنلعب. البنت اموره، اموره قوي يا عمرو،
بس امها باين عليها مروشه. بابا مش هي دي المشكله دلوقتي، المشكله ان حصل مشادات بين مامتها وماما في البرنامج، وفين؟ على الهوا. جيت بقى انا جس نبض ماما لقيتها مش طايقه تسمع سيرتها اصلا. اه طبعا العرق الصعيدي نفر عند امك ولا يمكن هتسيب طارها. ما انا عشان كده بقى بوب جيت لك عشان تحللي المشكله دي. لا انا ابعدني عن الموضوع ده يا ابني، انا تدخلي في الموضوع ده هيزود المشاكل اكتر واكتر، وامك هتعند معايا. انا هقول لك على حاجات تعملها وتنفذها بالظبط. ماشي. اسمع يا ابني. ادخل. تمام يا فندم. مع انك ما تستهليش بس هنقف جنبك في موقف زي ده. جبتلك تصريح من الداخلية، تروحي تحضري عز ابوكي. تسمعي ربع وتعيطي شوية وترجعي على طول. والنبي صحيح؟ أنا اللي بقي نشف وأقنعتها. خلاص 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 خلاص. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا ساتر مأمور يا رب. هتخرجي في حراسة. أي محاولة للهرب هتحصل أبوكي وهتسليه في تربته. على فكرة أنا هاجي بالليل أحضر معاكي العزم. ها؟ ما تستغربيش، الداخلية برضو عندها إنسانية زي ما عندها شدة وصرامة. أيوة يعني، بس أنا مش قصدي، أنا مش عايزة أتعب سيادتك يعني، ده إحنا ساكنين في حتة شعبية. شعبية؟ وماله شعبية؟ حد قالك إن أنا مولودة في جاكوزي؟ أنا أبويا عمدة يا بنت. إلهي ربنا يكرمك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. بابا في ايه يا غادي يا زكي؟ انت لازم تموت يا بابا. يا نهارك اسود، عاوز تموت ابوك يا زكي؟ انت هاد اللي انت بتستعطاه ده لحس مخك خلاص؟ يا بابا انت لو ما متش النهارده هتودينا وبنتك تفيده في 60 داهيه. لا ده انت اكيد دماغك لحست خلاص. يا بابا افهم بس، انت لازم تموت النهارده، لازم تموت النهارده. يا نهار اسود على غيري، الواد عايز يموتني يا ناس. يا بابا افهم بس، افهم انت لازم تموت دلوقتي عشان نلحق نجيب الفراشه ونحضر العزاد بالليل في الحاره. افهم ايه؟ سيبني يا ابني اموت لوحدي، سيبني اموت، انا ميت لوحدي، انا شويه وهموت خلاص، ما تستعجلش عليا. طب ابوس ايدك، ابوس ايدك افهم. يا ناس يا ناس الحقوني، ابني عايز يموتني. بشير يا بشير. أمرني يا ست سمح. الأمر لله يا أخويا، خد جيب لي الطلبات دي من السوبر ماركت. بس ده مشوار بعيد قوي يا ست سمح. ولا يهمك، خد تاكسي وأنا حاسبك. طب البوابة مين هيخلي باله منها؟ ما تقلقش أنا هقف مكانك. طيب خلي دي معاك عشان اللي داخل واللي خارج. سلام عليكم. الو جاهزين؟ طب انا جاهزه، ثلاث دقايق والاقيك قدامي، يلا بسرعه. حسبي الجاهز. قبل ما اضحك حرام عليك. صباح الخير. صباح النور، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اتفضل اتفضل. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. الجميل بتاعنا عامل ايه النهارده؟ الحمد لله كويس. تسمحي لي؟ اتفضل. نجمة لا ما شاء الله بقينا زي الفل اهو. الحمد لله. بص يا ستي، الاتنين دول هنوقفهم، وده وده هنمشي عليه اسبوعين. احنا كده بقينا عال، وممكن ان شاء الله تخرجي بكره، مع اننا يعني كنا عايزك تفضلي معانا. ربنا يخليك يا دكتور. احنا ان شاء الله هبقى اجي ازورك في البيت. ايه ايه ايه؟ سوري يا دكتور معلش. حاجه زوره في البيت عشان خاطر اطمن عليها ونفك السلك. يا حضرتك هتيجي شخصيا؟ والله العظيم هتنورنا. هتنورنا يا دكتور، اهلا وسهلا. لا لسه شرف، بقت غاليه علينا جدا يعني. والله يا دكتور دي بقت غاليه علينا كلنا من قلبنا بجد، متشكره قوي يا دكتور. لا العفو عليه. بعد اذنكم. يا دكتور لا هتنورنا يا دكتور، اتفضل اهلا وسهلا. ميرسي خالص. سلام. مسعد على السلامه.
رايك شوشو ده شكله مش قادر يخبي خالص. ايوه يا بت، الدكتور شكله واقع لشوشته، بس انا ما كنتش اعرف انك مقطعه قلوب العذراء كده. والله العظيم انا عارفه ان الدكتور لما يخرج انتوا الاثنين هتقعدوا تعملوا الحركات دي. بس ايه يا بت السهوكه اللي انت فيها دي؟ انا ايوه متشكره قوي يا دكتور، ربنا يخليك. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش وانت في المزرعه عامله زي شيخ الغفر. انا بعمل كده عادلة. هو انت بشخصيتين ليه بقى؟ وانا كنت عملت ايه؟ انا بقول يعني يا جماعه يعني تقريبا ان احنا كده نستعد علشان الدكتور المصون المحترم وهو جاي البيت قال يعني يفك للست شرف السلك، هيجي يطلب ايد الانسه الرقيقه الجميله شرف. هيبقى عندنا فرح يا شوشو. حرام عليكم والله اللي انتوا بتعملوه فيا ده. بسرعه بسرعه تعالى. ايه ايه راح فين؟ ده داخل جوه. جوه فين؟ الحاجات دي هنشيلها في المخزن الجديد فوق. ليه ايه اللي حصل؟ شويه دلوقتي تعالوا ورايا. ربنا يستر. بعدين بقى انت هتبص لي كده كتير؟ على فكره انا بتكسف. هو في حد يعني بقى جنبه القمر ده وعينه تنزل من عليه؟ ابتدينا بقى في كلام المطربين كده برضو. طب صدقي ان انا اكتر مره حاسس ان انا صادق فيها. وبعدين يا ستي يعني اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، ولو انا بكذب عليكي اكيد هتحسي ولا ايه؟ عندك حق يا كريم، الكلام لو كان من القلب لازم بيوصل، والحلم لو نؤمن بيه في يوم هيحصل. سلام، ده ايه المطلع الجامد ده؟ فين الجيتار الحلو؟ ايه الحلاوه دي؟ اي خدمه شنانه. في جهنم. ايه ده؟ امسكيها يا بنتي، انت يا ست انت وهي حرام كده. يلا كله يقعد، اقعدوا اقعدوا مكانكم. ايمان البقاء لله، اقعدوا مكانكم. امسكي نفسك يا تفيده، امسكي نفسك. الله، بكره تاخدي اعدام وتحصليه يا بنتي. خلاص يا فندم. ايوه يا فندم، هتقولها ميه، هتقولها ميه بدل ما انتوا قاعدين. كلنا هنموت يا اختي، كلنا هنموت. البقاء لله. يلا نقعد نقعد، حسبي يا بنتي خلاص. مش قادره اقوم. كلنا ابهاتنا ماتت. الله. يلا يا حبيبتي فوقي، هات لها ميه، حد يجيب لها ميه. اخر الاحزان، اخر الاحزان. البقاء لله. اقعد يا شعوه، اقعد. معلش يا بنتي، معلش يا بنتي. خلاص خلاص خلاص، السويت حرام يا بنتي. يا حرام حرام حرام، السويت حرام. يا وليه اسكتي. بص لي انا يا حبيبي. امور استقبال. عايز اعرف بقى
جايينا بقى في خطوبه ولا في فرح ولا في اسبوع ولا في طهور؟ طهور؟ لا لا ان شاء الله فرح. بس المهم يعني عايزين نعرف الاتعاب قد ايه. جاي يا حاج مش لمؤاخذه اما نعرف في الفرح ده هتعمله فوق السطح في البطون، هنسافر وجه قبلي وجه بحري كده يعني. لا ان شاء الله في القاهره. ايوه يعني فين سعادتك؟ في الغفير. ألف مبروك البارحة. حياتك الباقية. يا نهار مطين بطين. في الترب؟ فرح اللي في الترب ده؟ ده أنا بقالي 30 سنة في المهنة عمري ما شفت فرح في الترب. ده حتى كمان يبقى فيه إزعاج يعني، يعني أول ما زيكا ما تشتغل الميتين هتصحى. ريحوا يا بنات ريحوا، طلع الفرح في الترب. ده أنا أول ما هقول يا عيني يا ليل عفاريت يا خالتي هيتلموا علينا وهنتلبس. نتلبس؟ الله اكبر، عينا خمسه وخمسه في عين اللي شفنا ولا يصليش على النبي. عليه الصلاه والسلام. تراب ايه يا ابو تراب انت؟ والفرح يا خالف التراب ده بقى ان شاء الله يغنوا له ايه؟ ايوه ركدونا تحت التراب. الله يرحمك يا عمر. ما نعطلكش يا سيد الرجاله، ما بنغنيش يا اخويا في التراب. اصبروا بس اسمعوني. اقعدي يا اختي، عايز يحكي قصه حياته. ركبي بتوجعني. واضح ان انتوا ما نزلتوش المنطقه دي بقالكوا كتير. ده المنطقه دي ما شاء الله اتطورت واتغيرت ما شاء الله. ده اللي ساكنين فيها الصحيين اكتر من الميتين. امال ايه؟ الله، ده الشقق هناك بسم الله ما شاء الله، الشقه الواحده فيها 5 ستارز. يا راجل امال ايه؟ ودي ايجارها بالفلوس ولا بياخدوا الايجار راس رحمه ونور؟ طب ما نعطلكش بقى يا ريس، مالناش في الترب. لا اله الا الله، يا ست الكل اطمني واصبري كده، ده انا هدفع لكم اللي انتوا عايزينه. ما نبوظ الشغلانه بقى، ما احنا نتفق معاه بالدولار. انا من رايي نفكر. تفكري في ايه؟ ده لا شكل دولار ولا شكل، عايزين نخلص اي سبوبه. زفه يا ابني تروح. خلاص يا جماعة، خلاص يا جماعة، وحدوا الله وحدوا الله وحدوا الله. معلش يا بنتي، معلش. عايش من غيرك ازاي يا بابا؟ معلش يا بنتي، شكرا لك، انت اخر الاحزان. شكرا شكرا. خلاص يا بنتي، لا اله الا الله. بس يا اختي بس. خلاص. بس. تعبتي 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 كده، شويه شويه، ريحي وبعدين صوتي، ريحي وبعدين صوتي. يا ايها الذين امنوا. خلاص يا بنتي. قلت لكم 100 مرة الصوات حرام. لا ايه؟ ايه ده؟ لا مؤاخذة يا ست المأمورة، ممكن أخش الحمام مزنوقة. لا لا مش وقت، مش وقت، امسكي نفسك، امسكي نفسك. ورحمة أبويا ما قادرة، مش قادرة. ما ينفعش ما ينفعش. تعرفي الحمام فين؟ الحمام هنا؟ يا شعبان، يا عصفور، يا وائل. حمام يا فندم. أمنوا الحمام كويس. كل حتة. شوية شوية مش كده، وحدوا الله. يا حنين يا بابا. تمام يا فندم. امنتوه كويس؟ تمام. اتفضل اقف عند الباب، محدش يتحرك. شهوار خديها وما تتاخروش. يلا. تمام يا فندم. روح يا بنتي. روح. يلا
يلا يا مزنوقة قومي. حاضر حاضر. انت هتموتي فيها قومي. يلا خلي بالك يا شاور. مش موجودة مش موجودة. استريحوا لما تيجي تصور. استريحوا فكروا في أي حاجة. يا أختي إذا كان الرئيس متألمان تعالي. استني هاتي إيدي وجعتني والنسوان فعصوني. عيشة تقرف. حبكت الزنقة دلوقتي حبكت وشك نعس اهو اصلك. خشي ما تعوقيش. حاضر. لوريك يا تفيدة. اتحركي محدش يتحرك. هضرب في المليان. فين العساكر؟ تفيدة شهوار انت نايمة على الريحة. اتحركي. فين البنت؟ فين في ايه؟ طيب يا تفيدة الكلب هاكلها بسلاني. انتوا شر للقوة اتحركوا. صباح الخير سعادتك. صباح الخير يا نور. اجي اخبار سعادتك؟ على الله سعادتك. ان شاء الله سعادتك تكون بخير سعادتك. الحمد لله انا بخير. بس مفيش دعوه بي انا. ايه يا نور المشاكل اللي انت عاملاها دي؟ مشاكل ايه سعادتك؟ ده انت طول عمرك ملفك ابيض. ايه اللي حصل؟ غصب عني سعادتك. والله سعادتك اللي مضخم المواضيع سعادتك. الاعلاميه اللي اسمها انتصار سعادتك. على فكره هي مش اعلاميه، ده كل واحد بفلوسه بيفتح قناه سعادتك. دي اساسا خريجه اقتصاد منزلي قسم مفروشات وبيضات. ما هي ولو ما لقيتش مشاكل عندك ما كانتش هتقول حاجه عليك. عندك حق سعادتك، بس سعادتك علمتنا ان كل انسان ليه هبوه ليه كبوه، وانا كبوتي المسجونه اللي هربت وانا ان شاء الله هجيبها. انت هتشتغلي في المباحث تاني يا نور ولا ايه؟ لا، ما دام الهبوه هبوتي والكبوه كبوتي والوكسه وكستي يبقى انا لازم اجيبها. يعني اجيبها انا جزمه. عارف قصدي انا مخي جزمه سعادتك. انا مخي جزمه ولما اصمم على حاجه هجيبها. خلاص يا نور اما اشوف هتعملي ايه. اتفضلي يا نور. انا سعيده بسعادتك جدا ونهارك سعيد سعادتك. وسلام عليكم سعادتك. اشوفك بخير سعادتك. يلا على مهلكم يا بنات اتفضلوا. يلا على مهلك. سلام يا فندم. الله يسلمك. على مهلك يا شرف. على مهلك يا حبيبتي. على مهلك. الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يلا يا حبيبتي على مهلك. يلا هات الشنطه يا بشير. هات الشنطه. البيت نور. بنورك يا ماما. كنت قلقانه عليك يا شرف. الحمد لله الحمد لله. على مهلك يا حبيبتي. على مهلك. لحظه يا سياده العميده. لحظه من فضلك. الشنطه. شنطه مين دي؟ شنطتي. انت ما بتشوفش. لا مؤاخذه يا فندم. السلامة. الحمد لله على السلامة. حبيبتي البيت كان مضلم من غيرك. على مالك يا شرف. ازاي ده ترجع لك تاني؟ ما احناش ناقصين. انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ قلت لك هات الشنطة. ساعديها. تاتا خطي العتبة. تاتا واحدة واحدة. تاتا شلنا الزايدة. نستريح هنا شوية وبعدين نطلع على اوضتك. شكرا. هروح اعمل لك كوباية ليمون. كتر خيرك يا شامبو. والله يا شرف منوره. انا والله ما كنت عارفه انام بالليل من غيرك. عندي حكايات قد كده عايزه احكيها لك بجد.
وانا مش عارفه لما تتجوزي برضه هنعمل ايه من غيرك. ايه تتجوز دي؟ واحده لسه شايله الاعور تجيب لها اعور منه؟ وبعدين الجواز ده عامل زي الحرق يخف ويسيب علامه. شوفي شوفي وانا بقولكم حرقت ازاي. وبعدين هي لو اتحرقت قصدي لو اتجوزت هتعيش معانا هنا. وفرضي عريسها ما وافقش انها تعيش معانا في البيت. عريس مين ده اللي ما يوافقش؟ الاقامه عندنا هنا اجبار مش اختيار. واي عريس هيجي لكم لا قدر الله يعني لازم يعتبر نفسه اسير حرب، ملوش عندنا غير الاكل والشرب بس. وافق اهلا وسهلا، ما وافقش خليكم قاعدين في حضن امكم هنا كده كده. الحمد لله على السلامه يا شارف. ماما ادخل. خش يا كحوله. تمام يا فندم، السجينه سناء متولي. سيبينا لوحدنا يا شهوار. ازيك يا سوسو؟ وحشتيني. مالك مخسخسه كده؟ اقعدي اقعدي اقعدي. تحبي تشربي حاجه؟ اجيب لك ينسون يروق المعده؟ ها؟ ازيك؟ ان شاء الله. تسلمي يا سياده المأمور، ربنا يخليكي. قولي لي انت ما هربتيش ليه المره دي مع تفتف؟ ها؟ ضحكت عليكي؟ ركبتك المراجيح؟ اصل البت دي ما بيتمرش فيها اللقمه الحرام. اهرب؟ لا 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 لا، انا مش عبيط عشان اكررها تاني يا سياده المأمور. توبه من دي النوبه، انا قاعده مدتي وكافيه خيري شري. اه وعلى فكره انا حذرتها بس هي اللي ما سمعتش كلام. يا سلام يا سلام على الاخلاص بقى، انت حذرتيها وهي ما سمعتش الكلام. ولاد الحرام ما خلوش لولاد البوبي حاجه. يعني انت كنت عارفه انها هتهرب وما قلتيش؟ ما قلتيش ليه يا سوسو؟ هقول لحضرتك على كل حاجه بصراحه. هي يعني قالت لي ان هي ناويه تحاول تاني وقعدت تزن على دماغي بس انا اللي ما رضيتش. وبصراحه يعني ما كنتش اعرف ان هي مخترعه موضوع موت ابوها ده علشان خاطر تهرب. الله الله، انت هتستعبطيني يا بت؟ هتمرجحيني وانا صاحبه المرجحه؟ انطقي يا بت انطقي يا بت. لحظه انا شقلبك. والله العظيم يا ست المأمورة هي دي الحقيقه، ما بكذب على حضرتك. فين تفيده يا بت؟ نعم فين تفيده بدل ما اجيب لسانك واتبرع بيه للحاكي؟ فين تفيده؟ وانا عارف مكانها منين بس يا ست المأمورة. ماشي ماشي على راي المثل، قله الادب فضلوها عن الذوق. وانا بقى هعرف اخليكي تنطقي بطريقتي. شهوار. تمام يا فندم. خد البت دي على الانفرادي. تعال وانسوها شويه قرن ولا اتنين. والنبي يا ست المأمورة والله العظيم ثلاثه هعمل كل اللي حضرتك عايزاه، بلاش الانفرادي تاني. اهو كده عقلي سيكا وجيبي ارضي عشان اكتب فيكي تقرير يدوك حكم مخفف في محاوله الهروب. يلا انطقي شهوار مستعجله. تمام يا فندم. خلاص يا شهوار، سوسو حلوه لسانها زيت وهتتكلم. يلا امشي انت عشان بتخاف منك، امشي يلا. يلا يا سوسو يا حلو. تعالي تعالي يا اختي تعالي، قولي اللي عندك. ابوس ايدك يا سياده المأمورة. تفيده لو عرفت ان انا فتنت عليها والله العظيم تلاته هتشقيني نصين، دي مجنونه. ما تخافيش محدش هيعرف سرك في زير. بصي يا سياده المأمورة، هو احنا لما كنا هنهرب النوبه الاولانيه تفيده قالت لي ان انا وهي هنروح نستخبى عند قرايبها في ابو المطامير. انما بقى لو حضرتك عايزه تعرفي مكانها فين بالظبط، حد يقطر الواد زكي اخوها. ما عندكيش معلومات تانية مستخبيه هنا في صندره المخ؟ والله الصندره ما فيها اي معلومه تانية يا سياده المأمورة، والمره دي بقول لحضرتك على كل حاجه. مصدقاكي مصدقاكي. انت حبيبتي يا سوسو، بس ما فيش مانع يعني من شويه قد كده انفرادي تاني. القعده بقت حلوه بوجودك يا شرف، يا منوره البيت. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ما هي اكيد عارفه مش محتاجين نقول لها يعني. طبعا. ربنا ما يحرمنا من بعض ابدا. يا رب يا رب يخليكوا ليا. ايه اللون اللي انت حاطاه ده؟ ده موضه يا ماما. لا امسح امسح بلا موضه بلا. يا ست المأمورة. ايوه يا سمحه. بشير بيقول ان العمده وابنه جايين يطمنوا على ست شرف. ايه القرف ده؟ ايه اللي جابهم دول؟ ابو العمده جاي. يا خبر ابيض،
ده الراجل ده الغتاتة تقول له يا غتت قومي بسرعة. يلا 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 عشان نقابله مع بعض. غيره فيكوا شر الجميع. هقول له ايه يا ست الكل؟ قولي له يتفضل. هنقول ايه؟ جاي من غير ميعاد هنقول ايه؟ واحنا ليه هنقابلهم احنا يا ماما؟ احنا مالنا يعني؟ هتسيبوني في الكمين لوحدي من غير تعزيز قوات؟ يلا غيروا لبس البندر، البسوا لبس اهل البلد. يلا سلوينا يا عيال اهل البلد. يلا يا سمحه افتحي. اتفضل زفر. بلص ميش جبتوا لنا الفطير. الله بط ووز ما شاء الله. حط 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 كتر خيرك كتر خيرك. مفاجأة. يا اهلا وسهلا. منورين منورين. ازيك يا ست المأمورة؟ الله يسلمك. الفيلا منوره بيكي والله. يا رب يخليك. ازيك يا حسنين؟ ازيك؟ بسم الله ما شاء الله كبرت كبرت كبر والله العيال. فاكر ما الصغير بيكبر يا ست الكل؟ طبعا كان صغير كده وطرقع له على قفاه كده. ما شاء الله منور. اتفضلي اقرا الفاتحه. الحمد لله العمده اقرا الفاتحه. ربنا يخليكي. امين امين امين. فاكرك فاكرك فاكرك. اتفضلوا اتفضلوا في الانتريه. ما انتش غرب. اتفضل. ربنا يبارك لي فيكم في الانتريه بتاعك. يا رب يخليك. ربنا يبارك لك. اتفضلي يا ست الكل. اتفضل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اهلا. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. اهلا اهلا. سلامتي الف سلام. والله احنا لسه يا دوبك عارفين النهارده من الاستاذ زكريا وقلنا لازما نيجي نطمن عليه بنفسنا. ايوه امال جايين نطمن على باشمهندسي. ولاد اصول طول عمركم ولاد اصول. حس حس يا اختي عليا. ازيك يا حس حس؟ ده الحوار راح. ايوه يا استكل حكم احنا عالجناه في الوحده الصحيه. ما شاء الله ما شاء الله. فاكر كان صغير كده عفش. منور يا حس حس. الله يبارك لي فيك يا رب. احنا جايين نطمن على باشمهندسي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ربنا يبارك فيكي. نازله دلوقتي. الله يبارك فيك يا ست الكل. ما قلتوش تشربوا حاجه؟ لا احنا كمان شويه نتعشى ان شاء الله. من اللي انتوا جايبينه صح؟ هم اتاخروا ليه؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا حيس حيس؟ ماما زمانها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات. بس 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 حبيبي انت جعان صح؟ انا عامله لك النهارده ايه على الغدا؟ عامله لك حمام وفراخ وبط ووز ورز بالخلطه. انا عارفه ان انت بتحب الزبيب قوي. راح اجيبه لك واجي يا نونو. اوعى تمشي. مساء الخير يا دكتور. اهلا اهلا. خير؟ جاي بدري يعني النهارده؟ لا مفيش شغل كتير النهارده في المستشفى فقلت اجي على البيت يعني. طيب تمام يا حبيبي. اخبار استاذ بدري ايه؟ تمام. طلع له اول درس عمال ما ياكلنا. ليه ما تقولش كده؟ تعالي كده سعاده كنت عايز اقول لك على حاجه بصراحه يعني. ايه يا حبيبي؟ بص يا حبيبتي يعني هو كان في موضوع كده كنت عايز استشيرك فيه يعني كده. هو انا في الحقيقه شكلي كده هعمل اللي انت كان نفسك فيه. هتتجوز؟ هتتجوز يا محمود؟ يا حبيبي ألف مبروك ألف ألف مبروك ألف مبروك. بص بقى أنا عايزك بإذن اللي بإذن تملي كل البيت ده عيال كتير كتير كتير. مش عايزة حتة ما فيهاش عيال. ألف مبروك يا حبيبي ألف مبروك. ألف مبروك. ومليت البيت عيال إيه يا ماما؟ مش ممكن ترفض؟ إيه؟ مين دي اللي تقدر ترفض الدكتور محمود عبد الخالق أكبر جراح فيك يا مصر وابن سعاد هانم دياب؟ قالتيني أكبر جراح فيك يا مصر؟ أه طبعا يا أختي أكبر جراح. ألف مبروك يا حبيبي. قول لي يا خلبوس مين دي بقى اللي قدرت تخطف قلبك؟ هو في الحقيقة أمي أنا ما أعرفش عنها أي حاجة غير اسمها. وماله؟ ما فيهاش كفاية خالص. اسمها إيه يا حبيبي؟ شرف. أكيد طبعا إن شاء الله. اسمها إيه يعني؟ شرف. والله دخلتكوا علينا بتفكرنا بالخير كله. الارض والزرع والطين وابو قردان. نورت يا حس حس. عيشت. نورت يا عمده. الله ينور بقدارك. مصر المنوره كلتها بحضرتك والفيلا بحضرتك. والله الواد حسنين ولدي بيعز بباشمهندسه
اخر اعزاز. طبعا يابا. طب دي حتى الانيسه شرف، هي نورت البلد كليتها. يا سكر يا سكر، انت بتلغي البت وانا قاعده يا حس. بصراحه يعني انا نفسي منى عيني اناسب الحاج عز الدين الله يرحمه وباش بتطوبه لتحت راسه. اي والله طول عمره خيره على البلد وعليا انا بالذات. ايوه مغرقني بخيره والد حضرتك، مغرقني والله. انا نفسي اناسبه. تحاسبه؟ تحاسبه ازاي؟ يحاسبه ازاي؟ يما يناسبه يناسبه. بنتي يا شرف. ايوه العمده شكله جاي عايز يتجوز امك. يا رب. يا اختي قولي ان شاء الله على الله ياخدها معاه البلد وما تركزش معاني. بس ما اعتقدش ام جوجا لها حساسه من الجواز، انا عارفه. بصراحه كده حزنين عايز ياخد البشمهندسي. لا الحق يما البنت بسرعه. بنتي بنتي خش عينك خش عينك، سوقوها سوقوها سوقوها، هاتي بصله ولا ميه. قومي يا بنتي قومي يا شرف. انا هتصرف انا هتصرف انا هتصرف. اسكتي اسكتي. تشرفنا طبعا يا احنا نطول حس حس. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. استني استني على اصل البنت ما تعرفكش يا حس حس. ده حس حس ده جمال ايه وشياكه ايه؟ انت عارفه ده واخد ملك جمال الترع والمصارف ثلاث سنين على التوالي. ده بطل سباحه الترع مسافات طويله ثلاث سنين. ايوه ريحته باينه ريحته باينه. بس برضو يعني انت عارف ان اهل البلد غير اهل مصر. طب وماله؟ احنا نيجي نعيش هنا في اجدع شقه في جي مصر الباشمهندسي تجاور عليه. يا البشمهندسي فين؟ هنا هنا هنا. انا تعبان. اطلع اطلع. انا تعبان عايز اطلع استريح. خدوا خدوا يا ملعوني. ايه ربنا يتمم بخير. على مهلوف على مهلوف. يلا العروسه عروسه قمر قمر. اصلها شايله الزايده وبيساعدوها يعني. ايه والله المفاجاه المفاجاه خضتي. وبعدين بنوتي انكشفت. ايوه ايوه مكسوفه من الطله الجميله دي اللي طلت ايه. اصلها استهيفته قصدي يعني اعتبرته زي اخوها. بس احنا مدوشين يعني الايام اللي فاتت دي معلش. لا لا عليك يا ست الكل، احنا انت على مهلك خالص. سوي الموضوع على مش مستعجلين. هستعجل على ايه؟ احنا مستنيينكم على مهلكوا خالص. يلا بينا يا ولدي حسن. يلا ليه يلا بينا. ليه ليه ده اديك الرومي على الدار. انت عايز اديك يسعل؟ لا وديك الساعة استكل تنه عامر بصوتك وبحسك والبنات ربنا بارك لي فيكي. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. الفتحة الفتحة سيد العمدة. عم الركب يلا يا اخوي البلهاريسيا ما بسلمش. يلا يلا مع السلامة. ورا ابوك ورا ابوك. يلا يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الناس دي طمعانين فينا دول ولا ايه؟ بنات بنات العميده نور، بنات العميده نور، ايه ده؟ عايزين مننا ايه دول؟ يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! ابنة حيوانة حلفني مستفندية! ايه هي؟ وجات على صدري ضحكوا عليا زملاء الا فنية. ايه ايه يرضيك يا عمدي؟ لا 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 عشان ابن عمدي. لا 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 تعمل كده 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 فيه تعمل كده 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 هي دقوا المزايا. يلا ازيك؟ ازيك يا كريم؟ اقدم لك امانه فتنة بنت خالتي وزي اختي تمام. هاي ازيك؟ اهلا وسهلا. ماما اتفضلي. اهلا حبيب ماما قلب ماما. اقدم لك امانه ماما
اهلا اهلا. اسمها ايه؟ امانه. امانه ودي مين اللي اديها لك يا حبيبي؟ حافظ عليها وهتضيعها، سجنها اكتر من الشيك. هي ماما كده دايما بتحب تهزر بس هتحبيها قوي. لا يا ماما، هي اسمها امانه وليها اخت اسمها شرف والثالثه اسمها ايه؟ عداله. عداله، ماما جابتكم في المحكمه الدستوريه. بتهزر. اهلا يا طنط، ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبه طنط. اهلا يا حبيبتي. تعال 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 يا ابني. صابحها معرقبه مش مبطرخه زي امك. يعني مش فاهم يعني اعمل ايه؟ ما انا اللي غلطانه، ربيتك غلط. بعدين هفهمك بعدين. ايه تعالي تعالي اعرفك ببابا. بابا. امانه بابا. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا واد؟ ايه الجمال ده يا واد؟ يا ممكن عرفت تنقي. ميرسي يا انكل. مين؟ ميرسي يا انكل. الله يخليك. ايه الرقه دي؟ ايه الجمال ده؟ صدقي تؤمني بالله؟ لا اله الا الله، انا اول مره في حياتي حد يحترمني ويقول لي يا انكل. شلت لكم، ما بيحبوا يهزروا كده على طول. تعالي في حضني يا حبيبتي، خشي. تعالي. اهلا 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 يا حبيبتي. اهلا اهلا. ان شاء الله هتغدي معانا بقى النهارده. ها ليه يا طنط؟ مش هينفع تاخر على البيت خالص عشان ماما. لا ليه؟ افتح بقى افتح بقى. عاملين احنا كبده وكلاوي ومخ وكرشه. لا يا طنط مش هينفع، اصلا انا عامله دايت. بالظبط زيي انا، زي سبحان الله. انا احبها جدا، انا دايت برضو، اي حاجه دايته في الثلاجه باكل. فعلا؟ اسمع شكرا حبيبتي. انا بوك لا سوري. تعالي دي بروفا، تعالي بروفا ارقصي معانا. تعالي 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 تعالي. سلمي على ليلى. يلا اهو بصي، هزي ده هزي ده. يلا 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 اهو اهو اهو. طب بلاش، خدي دي. مالك يا امان؟ وفي حد ضايقك واحنا عند ماما ولا ايه؟ ها؟ لا لا ابدا والله يا كريم، ده حتى قالك ناس طيبين قوي. امال بتعيطي ليه؟ اصل انا بصراحه يا كريم اكتشفت بعد ما روحي عندكم البيت ان احنا لا يمكن هنقدر نتجوز. انت بتقولي ايه؟ كريم انا امي صعبه قوي في موضوع الجواز ده، وهي اصلا كمان رافضه فكره الفنانين. رافضه فكره ان اهلي ناس مطربين شعبيين وعلى قد حالهم وكده. لا 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 والله مش قصدي خالص يا حبيبي، بس انا لازم اقولك على المشكله دي عشان نشوف لها حل. طب هنعمل ايه بقى في المشكله دي؟ مش عارفه يا كريم. أعزائي المشاهدين، ورجعنا بعد الفاصل، والنهاردة عندنا فضيحة، فضيحة لذيذة وجميلة قوي لست العمدة، ست العمدة نور عز الدين. وإيه بقى؟ إن السجينة بتاعتها قالت إنها رايحة عزا أبوها، وهي راحت معاها، وفي العزا بخ هوا طارت السجينة. بعد الفاصل هقول لكم بقيه التفاصيل. والله ما انا سايباها الوليه ملسان عرضي. ماشي يا انكسار، ان ما خليتك تسيب الاعلام وتشتغلي مربيه اطفال. والله يا ماما بقى انا شايفه ان احسن حل انكم تشوفوا حد يصالحكم على بعض عشان نخلص. انا اتصالح مع الوليه اللي شبه قنديل البحر اللي بتبخ سم في كل حته، ده ايديها اليمين بتكره جراحها الشمال. مش احسن من المشاكل بتاعت كل اسبوع دي يا ماما؟ احسن حاجه تشوفي حد في الداخليه قعدكم مع بعض تتصافوا يا دار ما دخلك شر. شر؟ هي لسه شافت مني شر؟ ده انا مسميني في الداخليه عاصفه الصحراء، ده انا هكح في وشها خليها تلف حوالين نفسها. هي فاكره دي ايه الوليه دي؟ ربع سداني بقشره عماله تتسلى بيا في الرايحه والجايه. في ايه؟ في ايه؟ انا في زلزال يا عيال؟ انا ضغطي عالي. وفي ايه؟ انا مش شايفاك. إيه مش شايفاك. اي هاتلك الهديه، هاتلي قصه ضغط. يا لهوي هاتلي قصه.
انا مش شايفاكوا يا عيال، انتوا فين؟ ايه اللي حصل؟ ماما بتلف بيا، بتلف يا ماما، دي سخنه يا حسن، ده ضغط ده ولا ايه يا ماما؟ خدامك اموريني يا ست الكل. العمليه المره دي خطيره جدا، ما تستحملش اي اخطاء. ولا يهمك يا ست الكل، ربنا معانا ان شاء الله. في شخصيه مهمه مطلوب تصفيتها، بتدور ورانا كتير وشكلها مش هيجيبها البر. قوليلي مين هي الشخصيه دي وانا خلي عزرائيل يقابلها على اقرب محطه مترو. صورتها هتتبعت لك من تحت الباب دلوقتي. تمام قوي، يلا بينا يا رجاله. ايوه انت فين؟ ايه ده، معقوله يا كريم كل ده في الاستوديو لسه ما روحتش؟ طب ممكن يا حبيبي لما تروح تبقى تطمني عليك كريم؟ لا اله الا الله. الحقيقة يا أبو خليل أنا حبيت أتعرف عليك قبل ما يحصل أي حاجة، أشوف مين الراجل ده اللي خطف بنتي وهتبقى شريكة حياتي. الحقيقة عايز أعرف بتفكر إزاي، شايف الدنيا إزاي، عايز أصاحبك يا أخي. ده شرف ليا يا أم جبيه والله، هو شرف ليا أصلا إن أنا أقعد مع شخصية عظيمة زي حضرتك. لا 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 عظيمة ولا حاجة، سيبك من الكلام ده كله، أنت اخترت هيام ليه؟ أفندم؟ بقول لك اخترت هيام بنتي دي؟ والله يا هيام إنسانة محترمة ومؤدبة وبنت ناس يعني متربة. سيبك من الأكل الشهاد دي كلها وقول لي اخترتها ليه؟ ها؟ بصراحة؟ آه أنا حسيت إن هيام إنسانة مستقلة يعني بذاتها أو ليها شخصية مستقلة، يعني موضوع إنها ترفض تشتغل مع حضرتك ومع والدتها ده حسسني إنها إنسانة ممكن أبدأ أنا وهي نبني مستقبلنا مع بعض، نبني حياتنا مع بعض يعني، ولو حضرتك حبيت في يوم من الأيام تساعدنا أو تفكر إن حضرتك تساعدنا إحنا هنرفض وهيام هترفض قبل ما نرفض. بص يا إبراهيم، الدنيا علمتني يا ابني إن الصراحة مفيش أحسن منها. طبعًا. والصراحة تخليني لازم أقول لك إنك شخص غير مناسب اجتماعياً لبنتي. هو أنا في التعامل مع هيام ما حسستنيش يعني إنها بنت مليونير، أنا آسف وأكيد حضرتك شخص غني، بس قصدي إن في التعامل مع بعض ما حسيتش بالفرق ده. ما حسيتش أنت من لبسها، من عربيتها اللي راكباها؟ لاحظت، بس أنا قلت مع الوقت إن شاء الله أنا هقدر أحسن من مستواي الاجتماعي وهركز في مستقبلي وخلي هيام تعيش في نفس المستوى الاجتماعي اللي هي كانت عايشة فيه إن شاء الله، يعني إن شاء الله. وهي هتستناك، اوعى تفتكر إن أنا ضد الجواز، لا بالعكس أبدا، عايزين نتعرف على بعض أكتر، عايزين نبقى أصحاب يا أخي. لا بسم الله ما شاء الله، الحمد جرح زي الفل، الحمد لله. تسمحي لي بعد اذن حضرتك بس النبض؟ اوكي يا دكتور. بسم الله. في حاجه خطر ولا حاجه؟ لا الساعه واقفه يا فندم. الساعه ايه؟ طب احنا هنوقف الادويه دي وإن شاء الله من بكرة تبقي زي الفل تعيشي حياتك طبيعي جدا. يعني أنا هقدر أنزل الشغل يا دكتور؟ يعني استني يومين كده عشان ما تتعبيش نفسك. ربنا يخليك لينا يا دكتور، وشك حلو علينا. طب أنا بس أستأذن حضرتك، يعني سيادة العميد كنت عايزك في كلمتين عن انفراد. عايزني أنا؟ طبعا. شوفي بي في إيه؟ تعالي. دفعنا فلوس المستشفى؟ اه والله دفعنا. امال عايز ايه الكابتن ده؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل يا فندم. اتفضل.
اتفضلي يا فندم. اتفضل عندي في الصالون. اتفضل. بعد اذنك. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل. دكتور الشنطة يا فندم. الشنطة. معلش واحد يا دكتور. سوري بفرش. ينفع كده. يا دكتور. بعد اذنكم. اتفضل. بقول لكم ايه يا بنات؟ هو انا عيانه بمرض خطير ولا ايه؟ فلا الله ولا فلك يا شيخه، هو انت يعني لو كان عندك حاجه وحشه لا قدر الله الدكتور ما كانش هيخبي، اكيد كان هيقول لنا. ايوه بس يمكن اكتشفوا دلوقتي. ايه 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 الشرف الوسوسه القوي اللي انت فيها دي؟ على فكره بقى انا عارفه الدكتور عايز ماما في ايه. انت عارفه وساكته يا عداله، ما تقولي سيبتي ركبي. الدكتور محمود يا ستي عايز يطلب ايد الانسه الرقيقه شرف. خلي تهريج بقى يا عداله، وانت على طول كده. هو احنا في القرن 19 يعني؟ هو مش لازم ياخد رايي الاول؟ يا سلام يا اختي، وهو كان هياخد رايك منين بقى في الحصار الامني اللي امك عامله لك من ساعه معيتي؟ ايوه بس انا مستحيل اتجوز بالطريقه دي. يا بنتي يا عبيطه مش مهم الطريقه. طب انت مثلا ايه رايك فيه؟ والله يا امانه هو محترم ومؤدب و ايه ايه بس 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 الاسطوانات اللي انت عماله تقوليها دي، ده انت شكلك طالعه من فيلم ابيض واسود. وش على فكره هما الاثنين لاقين على بعض قوي. بقول لكم ايه، انتوا تنزلوا انتوا الاثنين وتسمعوا هما بيقولوا ايه. اخصى عليك يا شرف، انت عايزانا ننزل ونصنط عليهم؟ لا يمكن طبعا ابدا. تنزلي انت يا عداله. لا طبعا دي مش اخلاقي ابدا يا شرف. وبعدين يا ست شرف هي ماما ربتنا على كده برضو؟ في الحقيقه سياده العميده انا من ساعه ما قابلت حضرتك وعائلتك الكريمه حسيت يعني ان احنا علاقتنا ببعض مش علاقه مريضه والطبيب بتاعها. انا استريحت لحضرتك جدا والبنات حضرتك الافاضل. الافاضل يا راجل، افتكرتك محتاج فلوس زياده ولا حاجه. احنا كمان اول ما شفناك بقالك معزه خاصه عندنا. احس كده بقى حضرتك شجعتيني ان انا اطلب ايد الانسه شرف. احس كده انت عايز تتجوز بنت شرف؟ شرف الشايله الزايده؟ يا فندم، يعني لو حضرتك ما عندكيش اي اعتراض عليا. اعتراض؟ لا ما فيش اعتراض، انت انسان ممتاز واي ام تتمناك. بس انت مش شايف كده ان انت استعجلت شويه؟ استعجلت؟ هو في حد تاني يعني او الانسه شرف مرتبطه؟ ايه ايه مرتبطه دي؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ احنا ما عندناش الارتباط وقله الادب في عائلتنا، القاموس ده مش موجود. انتوا عندكم معلش، لكن احنا لا. لا يا فندم ما اقصدش خالص، مش عندنا خالص والله. انا اقصد يعني حضرتك ان هي يعني مخطوبه. وبصراحه انا اول ما شفت حضرتك قلت ان بيتكم بيت اصول، وده شجعني اكتر الى اناسب حضرتك. معلش اصلا انا في مساله الجواز دي دقيقه شويه، واي واحد بيتقدم لبناتي لازم اسال عليه فيش وتشبيه، واسال عن عيلته كلها، وكل كل 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 اللي تقدموا لبناتي رفضتهم. الحمد لله. على فكره انا بسال صاحبه الشأن وبتكون ساعات كده موافقه، بس انا برفضهم برضو. بس بالنسبه لك يعني انا هحاول اسالها هاخد رايها. دي اهم حاجه يا فندم. ويعني حضرتك بالنسبه اللي انت تسالي عليا وعلى عيلتي فبراحه حضرتك خالص، وعلى العموم احنا هنفضل على اتصال لغايه لما ان شاء الله حضرتك تسمحي لي ان انا اجيب والدتي واجي. والدتك بس؟ ما اصل انا والدي متوفي، ووالدتي تبقى سعاد دياب صاحبه دياب ستورز، لو حضرتك تسمع عنها. طبعا طبعا، كل الاجهزه بتاعتنا من عندها. طب دي حاجه كويسه جدا، حضرتك زبونتنا بقى. ان شاء الله ربنا يعمل اللي فيه الخير. هكلمك على الموبايل بس اما الاقيه، اصله ضيع مني بقاله 7 شهور عمال ارن له واسمع الرنه، اصله سايلنت. اسمع الرنه اقول دي رنتي، اصله فايبريشن. بس لما الاقيه هكلمك ان شاء الله. ها على الموبايل ان شاء الله اكلمك على طول. طب استاذن انا بقى. يا ريت، ده انا مستنيه الجمله دي من الصبح. شرفت وانست، شرفت وانست. انت
طب حضرتك يعني اول ما تلاقي موبايل هتكلميني؟ هدور عليه وهكلمك على طول. طب حضرتك دورت كويس؟ دورت، انا مكلمه الشرطه والله، السجن كله عندي بيدور عليه. طب استاذن يا طنط. مع السلامه. طنط طنطنتني. شوشو الدكتور محمود اتقدم لك وطلب ايدك من ماما. بطل استخفاف. والله العظيم ما استخفاف، زي ما بقول لك كده. بذمتك يا عداله وماما قالت له ايه؟ اسكتي يا بنتي يا شوشو، امك شكلها المره دي هتوافق وهترفع الرايه البيضه، اصل بصراحه عريس لقطه ما يتعوضش. بصي وانا ما اكدبش عليك، هي كفرته وقعدت تقول له هسال عليك وعلى اللي جابوك وعلى اللي خلفوك، بس شكلها كده في الاخر هتوافق. بجد؟ ماما جت. جنبي 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 جنبي. ما احنا جنبك اهو. اسكتي. جنبي ده يا امانه. اسكتي. حكايتكم بالظبط استويتوا ولا يا رب استوي. ايه في حد بينام دلوقتي ولا ايه؟ انت ايه حكايتكم؟ كل ما تروحوا في حته تجيبوا لي عريس حتى المستشفى؟ ايه العرسان دلوقتي بتلزق في الجزمه ولا ايه؟ عريس 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 عريس. مين العريس؟ مين اللي قال العريس؟ يا سلام على البراءه. الدكتور اللي كان هنا اللي بيكشف على النبض، وريني ايدك كده. ايدي ايدي. اشمعنى ايدك انت يعني؟ وريني كده. مره واحده كده طلب ايدك. معقول يا ماما هو لسه في حد بيتجوز بطريقه الصالونات دي؟ على رايك، ما هم غيروها بقى دلوقتي، بدل جواز الصالونات بقى جواز المستشفيات. وماله يا اختي جواز الصالونات؟ عايزه حب ومسخره وقله ادب؟ لا 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 يا ماما، هي شرف ما تقصدش، هي تقصد يعني ان هم لازم ياخدوا على بعض شويه. اه صح والله. ايوه ده انا ما كنتش واخده بالي. صح، لازم تخرجوا مع بعض وتاخدوا لكم اتنين عصير تحت اي شجره كده. ولا اقول لك روحي معاه اسبوع يلا شرم الشيخ عشان تعرفوا. طب بس يا بنت، ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني ايه ياخدوا على بعض؟ يا ماما يعني حضرتك احنا قصدنا ان احنا نتعرف عليه وعلى عيلته. ماشي، والكتكوته رايها ايه؟ اوافق ولا زفلته؟ والله يا ماما هو وسيم وواضح ومحدد وعنده ثقه في نفسه ومش فضولي ويعني محترم مختلف. احنا هننام ولا ايه يا عروسه؟ لا يا ماما مش قصدي، قصدي يعني ان هو زي ما حضرتك تشوفي. هشوف اكتر ما انا شفت. ما انا شفت خلاص. عموما مش هنسبق الاحداث، لازم اسال عليه الاول واسال عن اهله واعرف اصله من فصله وبعدين نتكلم. مش جايز حد من اهله يطلع سوابق، وانا احساسي الامني بيقول ان في حد. ايه ده بزغرته ليه؟ والله ماما كون ان حضرتك هتسالي عليه يعني كتر خيرك. والله يا ماما هو وسيم وواضح ومحدد وعنده ثقه في نفسه ومش فضولي ويعني محترم مختلف. احنا هننام ولا ايه يا عروسه؟ لا يا ماما مش قصدي، قصدي يعني ان هو زي ما حضرتك تشوفي. هشوف اكتر ما انا شفت. ما انا شفت خلاص. عموما مش هنسبق الاحداث، لازم اسال عليه الاول واسال عن اهله واعرف اصله من فصله وبعدين نتكلم. مش جايز حد من اهله يطلع سوابق، وانا احساسي الامني بيقول ان في حد. بنت! ايه ده بزغرته ليه؟ والله ماما كون ان حضرتك هتسالي عليه يعني كتر خيرك. امال لو وافقت هتعملوا ايه؟ بابا كده غريب قوي، مش فاهمه. غريب ليه؟ صراحة مش عارف، يعني أول ما قعدت معاه ما فهمتش هو معانا ولا ضدنا ولا هو وجهة نظره بالظبط، مش عارف. بس في حاجة حلوة قوي باباكي، إنك أول ما تشوفيه كده يدخل قلبك على طول، حاجة حلوة. بص يا إبراهيم، أنت يمكن عشت معايا أنا ما عشتش مع أهلي، مامي بس
لكن بابي انت ما تعرفش عنه حاجه. بابي ده احن راجل في الدنيا وطول الوقت بيدور على سعادتنا وانبساطنا. ده كفايه ان هو استحمل انتصار عبد الحق مامتي. ده بصراحه ياخد عليها جايزه يعني. انت ما تقولش انا اللي اقول. خلاص بس خلاص خلاص يا عبي. انا والله اول ما شفته حبيته دخل قلبي. هو حنين. هو مين ده؟ ها؟ خلينا في المهم يا ابراهيم. اه مهم. انا شايفه ان احنا مش هننجز حاجه، وبرضه حاسه ان بابي مش هيعمل حاجه، وشايفه ان انا في الاخر انا اللي هتدبس وانا اللي هكلم مامي في موضوعنا. ما تقلقيش من الموضوع ده. بص اللي انا استشفيته كده لما قعدت اتكلمت مع باباكي ان هو لو اقتنع بيا هيخلص هو موضوع ماما خالص، يعني مش هيبقى فيه اي مشكله ان شاء الله ان شاء الله. يا رب يا ابراهيم. تسال عليك؟ تسال عليك يعني يا دكتور؟ هي متعرفش انت مين وابن مين؟ يا حبيبتي هي شغاله ضابط بوليس، فبحكم المهنه لازم تسال عليا وتعمل تحريات والجو ده. ايوه يا سيدي ضابط بوليس. وابوها بيشتغل ايه؟ انا اللي اعرفه ان ابوها متوفي، بس بصراحه ما اعرفش كان بيشتغل ايه. هي الست دي بتشتغل ايه بالظبط في البوليس؟ ماموره سجن النساء بتاع القناطر. انت قلت لي اسمها ايه الست دي؟ اسمها نور عز الدين. نور عز الدين تتعرفيها ماما؟ لا يا حبيبي ما اعرفهاش. انت متاكد ان ابوها مات؟ ايوه ماما، هما جم المستشفى وانا بنفسي اللي عملها العمليه. بتحبها قوي يا محمود؟ صراحة يعني أنا من ساعة ما جيت من أمريكا و دي البنت الوحيدة اللي علقت معايا وبتوحشني. فيعني آه، وكمان أمها بصراحة مربيها أحسن تربية يا ماما. طبعا مش مأمورة السجن. بس حبيبي أنا مش عايزك تتسرع. إيه ده بقى؟ مش حضرتك اللي كنت مستربعيني على الجواز؟ عارف يا محمود، ساعة ما خلفتك وأنا بحلم أشوفك عريس وعيالك مليين عليا الدنيا، بس ده جواز يا ابني جواز. يعني البنت اللي أنت هتختارها دي اللي هتكمل معاها عمرك للآخر. فاهم يا طنايا؟ فاهم ومش عايزك تقلق عشان انا واثق في اختياري. هي اسمها المسمى ماما. شرف؟ هي فعلا شرف. مية وتلاتة، مية واربعة، مية وخمسة، مية وستة، مية وسبعة. عايش يا ماما، الصحة في الطالع. شكرا. الله أكبر. عديتي كام لحد دلوقتي؟ مالكيش دعوة. الله أكبر الله أكبر. اسكتي يا ماما، مش صحابي في المدرسة بيقولوا لي إن أنا شبهك الخالق الناطق؟ دي شبه خالك ما بيفهموش. أعمل لك حاجة تشربيها؟ لا شكرا شربت. ارغي ارغي، انجزي يلا انجزي. طب اقعدي اقولك على سر. انا هقعد عشان تعبت. نعم انا عارفاكي انا عارفاكي. تدخلي هادي كده وبعدين تقولي مصيبه. قولي اللي عندك. انا سامعه. قولي يا بيت. مش انا جالي عريس؟ شفتي؟ لا كده كتير كده كتير كتير قوي كده. اوفر اوفر. ايه ده انتوا ايه؟ هي كل قطه جايبه لي في ديلها كلب. انتوا ايه عايزين تجيبوا اجلي؟ بعد الشر عليك يا ماما، ليه بتقولي كده؟ امال ايه حكايتكم؟ ايه حكايتكم؟ الله يا بنتي يا بنتي، الجواز ده زي 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 الكوارث. زي الكوارث والزلازل والبراكين. الجواز ده يا بنتي مصيبه مصيبه. هو جواز دلوقتي يا ماما بقى مصيبه؟ دي ستره ستره. طب تعالي افهمك يا ستره عشان انا تعبت تعبت. تعالي تعالي بس ما تضربيش. مش هضربك. تعالي تعالي افهمك.
تعالي افهمك. مش الجواز يا حبيبتي هو اللي مصيبه، العريس اللي بيتقدم لك ليه ام، الام دي بقى هي اللي مصيبه. ليه؟ لان كل ام فاكره ابنها مين؟ محافظ كفر الشيخ يا اختي. قولي لي بالمناسبه العريس اللي متقدم لك بيشتغل ايه؟ مطرب. مطرب؟ اه ومشهور. لا لا، اللي بيطلع في الافراح ده بيقول سقفوا له سقفوا له. لا لا لا، مش من دول. اه العيل ده اللي بيغني انا جبت الغساله وعايزه اتجوز هاله، انت اتجننتي يا امان؟ اه لا يا ماما، ده راقي. راقي يعني ايه؟ قابلتيه فين؟ كانوا جايبينه عندنا في حفله المدرسه في الهالوين. يا نصيبتي، انت بتشمي؟ انت بتشمي هيروين ايه؟ لا يا ماما، ده الهالوين ده العيد الامريكي. اه يا بنتي يا بنتي، انت عارفه يعني ايه تتجوزي مطرب؟ يجي لك الصبح يقول لك تصبح على خير، يجي لك بالليل يقول لك صباح الخير. عامل زي المضاد الحيوي، واسع المدى، يعني ما تشوفوش كل 12 ساعه. قولي لي قابلتيه فين يا اختي المحروس ده؟ في كاسيت؟ لا يا ماما. امال قابلتيه فين؟ انت بتقابليه؟ والله العظيم ابدا، انا عمري ما شفته، ما اعرفوش. ايوه صح، انا مصدقاك وربنا انت بتكدبي. بتعملي ايه؟ هخنقك واقعد عليك افكر. يا لهوي الحقوني يا بنات. مين اللي هيلحقك مني يا كدابه؟ انا مبسوطه قوي انك جاي لي من بدري، فرصه بقى نفطر مع بعض. لا يا حبيبتي انا خلاص فطرت. فطرت؟ ما دام فطرت وجاي لي بدري يبقى في موضوع مهم عايز تقول لي عليه. بصراحه يا ماما انا خلاص اخترت الانسان اللي هرتبط بيها. خلاص هتتجوز مهينار؟ لا يا ماما مش مهينار. احسن هم على الاقل وقفوا المسلسلات التركي. مش مهم، مين يا حبيبي اسمها ايه؟ اسمها عداله، عداله عبد الجبار. يا مصيبتي السودا، عروسه دي يا ابني ولا مخبر؟ لا مخبر ايه يا ماما، بس دي بنوته حاجه كده زي القمر. واضح انك واقع لشوشتك. اوف قوي يا ماما قوي، بس هو في مشكله صغيره قد كده بس. ابوك هو ابوك النكدي دي، بس ولا يهمك امك في ظهرك، انا ما يهمنيش غير سعادتك. لا يا حبيبتي هو المشكله مش في بابا خالص، المشكله في حضرتك انت. في انا؟ اوعى تكون بنت حد من القنوات الفضائيه المنافسه. بنت لميس؟ لا لا، وانا اقدر يا ماما، هي بنت ماموره سجن. يا نهارك اخبر ومش معدي، بنت العميده نور؟ بقى انت ما لقيتش حد في مصر الا 90 مليون مواطن، وما تنقيش غير بنت العميده نور. يا ماما انت مش كنت لسه من شويه عماله تقول عايزه سعادتك وعايزاك تتجوز وفرحانه؟ لا مش مبسوطه ومفيش جواز، والله ينكد عليك. يا ابني انت عايز تموتني يا ابني، ده انا شايله القوامص، حرام عليك. بقول لك ايه، بنت العميده نور لا، بنت لميس. ادخل. تمام يا فندم، المسجون اعتداء. خليها تتفضل. ادخلي يا كحوله. مساء الخير يا ست المأمور. الف مبروك، هتخرجي بكره. الحمد لله، كله بنفسك يا ست الكل. لا ده عشان انت كويسه ومسجونه مثاليه. ربنا يخليكي لينا ويبارك لك في بناتك وما يحرمكيش منهم ابدا يا رب. يا رب يا رب، يسمع من بقك ربنا. شهوار ممكن لو سمحت تخليهم يعملوا لي فنجان قهوه؟ تمام يا فندم. اتفضل. اعتدال، معلش هتقل عليكي شويه. يا خبر يا ست المأمورة، تتقلي عليا؟ ده انت لو طلبتي حبابي عينيا من جوه قدهم لك عن طيب خاطر. هتشتغلي معايا من منازلهم، مهمة كده تراقبي كده بالبلدي مخبر. عيني. عارفة الواد زكي؟ مين زكي؟ زكي أخو تفيدة. أيوه ماله؟ عايزاكي تراقبي كويس قوي، بيقولوا إن البت مستخبية في أبو المطامير. فين؟ مش عارفة. مين اللي هيعرف؟ أنت اللي هتعرفي لي. خلاص يا ست المأمورة، اعتبري الموضوع مديه، سيبيه على الله وعليا أنا. حبيبتي أنا عايزاكي تحكي لي على كل حاجة من وأنت صغيرة. إيه اللي كان بيضايقك؟ إيه اللي كان بيخوفك؟ أنا كنت متعلقة ببابا قوي الله يرحمه، وفاكراه وفاكرة كويس لما كان بيقعد يلعب معايا أنا وإخواتي وإحنا صغيرين.
بس هو فجأة اختفى، ولما سألت ماما عليه قالت لي انه سافر، وانا طبعا ما كنتش اعرف حاجة خالص عنه. ولما كبرت سألتها عليه قالت لي انه مات، وانا اعرف ان اللي بيموت ما بيرجعش تاني خالص، بس انا دايما كنت حاسه انه هيرجع تاني. ما اعرفش احساسي كان موصل لي كده. وبعدين دخلت المدرسه وكان اصحابي بيتريقوا على اسمي، وكانوا بيقولوا لي هو عكس الحرامي ايه الامين، وانت اسمك امانه يعني عكسك الحرام. يا امانه يا حراميه. ايوه كانوا بيقولوا لي يا امانه يا حراميه، أنا فاكرة كويس. وبرضو المدرسين كانوا بيتريقوا عليا وكانوا بيغنوا وبيقولوا أمانة عليك يا ليل طال. بص أنا فاكرة اللحن إزاي، وفاكراهم هم عاملين يتريقوا عليا وبيضحكوا. أيوة أنا فاكرة كويس خالص. وبعدين كنت أروح أقول لماما أصحابي بيتريقوا عليا في المدرسة أنا عايزة أغير اسمي، ما كانتش بترضى، كانت تقول لي مين دول اصلا عشان يتريقوا على اسمك؟ انا مسمياك انت واخواتك اسامي بيتحلى بها رجال الشرطه، العداله والشرف والامانه. شفيت انت معايا ولا لا يا دكتوره؟ ايوه يا اختي قولي لي بقى، انت اسمك لحد دلوقتي بيضايقك؟ لا هو ما بقاش يضايقني عشان انا اتعودت عليه طبعا، بس برضه زعلانه، وكمان اخواتي في البيت بيصبروني وبيدلعوني وبيقولوا لي يا منمن. قولي لي يا منمن، اول مره سرقتي كان عندك قد ايه؟ اول مره سرقت شوكولاته من المكتبه اللي كانت جنب بيتنا اللي في المانيال. الراجل كان ملهي بيصور ورق للعيال، خدت شوكولاته وحطيتها في جيبي وقلت له هبعدي عليك وقت تاني، وقعدت اجري 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 لحد ما وصلت البيت. يا دكتور انت معايا ولا لا؟ كنت بتحسي بايه لما بتسرقي؟ ميرسي. ايه؟ اقعد يا عمر. مالك؟ شكلك في حاجة. قلت لماما أنا عايز أتجوز مين؟ وطبعا شنت الحرب عليك بغاراتها الجوية. هي جوية بس، ده جوية وبرية وبحرية وكل حاجة. ما تقلقش، أبوك هيخلص لك الموضوع ده. لا 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 مستحيل، اصلك ما شفتش عملت معايا ايه الصبح. انت مش واثق في ابوك ولا ايه؟ وبعدين اعرف كويس ان نقطه ضعف امك هو سيادتك. ازاي يعني؟ امك صحيح ست متسلطه جدا، لكن بتحبك انت واختك حب غير عادي. مش فاهم حضرتك دلوقتي هتكتئب او تعمل مكتئب وتربي دقنك وتروح تقدم طلب هجره كندا؟ اشمعنى يعني؟ اسمع اللي بقولك عليه وروح السفارة بجد وقدم طلب هجرة، وأنا حوريهولها وحقولها خلاص عمرو يئس من حياته في مصر ولازم يمشي وحيروح يعيش في كندا. طب وتفتكر ده حل؟ طبعا ده حل، وسيب الباقي عليا كله. في ايه يا بشير؟ فين سيادة العميد؟ عايزها ليه؟ انت مالك هتتساري معايا؟ ده شغل. هي فين؟ يا سيادة العميد. ايوه يا شام. بشير عايز حضرتك. خليه يدخل. اتفضل. اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. في واحدة اسمها اعتدال عايزة تقابل حضرتك. اعتدال؟ خليها تتفضل، ما قلتش ليه وانت تحت؟ ما انا حضرتك ضربت الانتركوم ما حدش رد عليا. انت عملت كده؟ ايوه. طب سامحة؟ اتفضلي. امشي انت. هنتحاسب بعدين. نسلك ودنا. خليها تطلع بسرعة. حاضر يا فندم. وانت خلي بالك من المنطقة. حاضر يا فندم.
اتفضلي يا ست اعتدال. يا جماله يا جماله، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. تعالي يا اعتدال، تعالي نقعد هنا. ازيك يا ست المأمورة؟ الله يسلمك الله يسلمك. اقعدي اقعدي. انا قلت اجيبك نقعد نتكلم هنا براحتنا بعيد عن السجن عشان ما نلفتش بنظر. عندك حق برضو. قولي لي بقى ايه اخبارك، قولي اللي عندك. بقالي 3 ايام مراقبه الواد زكي ده زي ضله. اوعى يكون حاسس بيك. عيب يا ست المأمورة، هو انا تلميذه برضو. هتقولي لي وبعدين؟ ابدا، الواد محرس قوي، ما بيهوبش ناحيه ابو المطامير. الله، ما دام عيال طلعت حويطه كده نغير الخطه بقى واقول لك نعمل ايه. ماشي. انا ناصر وانا شوشو، لما نشوف حكايتك ايه اعملك اكسبت. ماما. يا حبيبتي بتعملي ايه؟ ابدا يا ماما، كنت قاعده شويه على النت. نت، ربنا يرحمنا بقى من النت واللي بينتوه. ما كفايه نت وعجن بقى. اسره، قولي لي يا شرف، انت معجبه بالدكتور محمود؟ عايزه تتجوزيه؟ قولي لي. ابدا يا ماما، انا قلت لحضرتك قبل كده يعني لحضرتك تشوفيه يعني. الحقيقه الولد ما فيهوش عيب خالص، بس مش عارفه ليه مش بلعاه، عامل زي المطهر، فوايده كتير يخنق كده. عموما انا هسال عليه ولازم نعرف طباعه. بتهيألي يعني يا ماما ان الحاجات دي كلها هتبان في فتره الخطوبه يعني. عندك حق عندك حق. وتفتكري هيرضى يقعد معانا في الشقه اللي فوق ولا هيعمل اللي فيها ابو عرام؟ وانت عارفاني لا بحب عرام ولا بحب ابوه. مش عارفه مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ ده اجبار مش اختيار. لازم يقعد معانا في الشقه اللي فوق، وكل اسبوع نحلله. ده دكتور يمكن يعدينا. عاجبه اهلا وسهلا، مش عاجبه يشوف له مريضه تانية. العيانين على قفا مين يشيل. وبعدين ادرس انت وشوف. بعد اذنك. اهلا بام العيال. قوم ايه؟ إذا ما بتتعلمش أبدا مفيش أمل، مفيش فايدة، أنت مخلوق في الدنيا عشان تحرق دمي وبس. اهدي اهدي خالص وعودي كده ريلاكس. إيه شكلك جاي في حاجة مهمة؟ ابنك. اشمعنى؟ عرفت إن هو عايز يهاجر يروح كندا؟ طبعا عرفت، وبعت لي الورق عشان أجريله في الإجراءات أسرع. يا برود أعصابك يا أخي، هو أنت إيه عايز تسافره عشان تخلص منه ما تشوفوش تاني؟ هي قطة وبتسربها؟ مش أحسن من أمه اللي عايزة تطفشه من البلد كلها؟ أنا أطفشه؟ طبعاً. كونك تمنعي واحد إنه يخطب واحدة بيحبها، ده اسمه إيه؟ وهو يعني في 90 مليون مواطن ملقاش غير بنت عدوتي اللدودة ست ضلمة دي علشان يتجوز بنتها؟ ثم مين قال له يعني إن ضلمة دي هتوافق إن هو يتجوز بنتها؟ يا ستي وافقي أنتِ ومالكيش دعوة بأي حاجة. إزاي بقى؟ ازاي ايه؟ انت صحيح ما بتبصيش اللي تحت رجليكي؟ لا انت اتجننت اتجننت. انا وافق على الجوازه دي؟ طبعا لا. بقولك ايه؟ انا مطلقك بقالي 20 سنه، يعني اصبح مش من حقك تهزقيني. هو انت لغايه دلوقتي لسه ما اتعودتش؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايديكي تعملي اللي انت عايزاه. اعمل ايه بقى ان شاء الله؟ توافقي على خطوبه الولد بالبنت اللي بيحبها، وبعد كده أنا وإنتي نبقى نفركش الخطوبة دي، وفي الوقت نفسه اضغطي براحتك على بنت عدوتك. إيه رأيك بقى في كلامي؟ افرض مجرد فرض إن أنا وافقت على الخطوبة دي، مجرد فرض، أنا أضمن منين بقى إن هو ما يجيش يقول لي يلا أنا هتجوز؟ لا سيب الموضوع ده عليا أنا. أنت عمرك لا بتحل ولا بتربط. Thank you.
ازيك يا ماما؟ كويسة الحمد لله. الحمد لله. أنا لقيت نفسي زهقانة كده قلت أقعد معاكي شوية. تنوري وتأنسي. تشربي شاي ماما؟ لسه شاربة. طب تشربي شاي تاني؟ لسه شاربة يا بنتي. تاني إيه؟ شاي خفيف لطيف. ولا خفيف ولا تقيل، شربت خلاص. يبقى سحلب. يا بنتي مش عايزة. تعطليني عن هوايتي. ماما هو حضرتك بتحبيني قد ايه؟ قد ايه؟ قد كده اهو. يا حبيبتي يا بنتي ده انتوا نور عينيا اللي بشوف بيها. الله ربنا يخليك لي يا رب يا ماما. طيب يعني حضرتك مستعدية تضحي عشاني شوية؟ طبعا. هو أنا ليا مين غيركم يا حبيبتي؟ ده أنا فتحت عيني في الدنيا كده لقيتكم قدامي، يعني قصدي حياتي كلها ليكم. الله ايه السؤال ده؟ بس اضحي ليه واحنا في العيد ولا ايه؟ عايزانا اذبح حاجه؟ لا يا ماما بس هو يعني الطلب صعب شويتين. طب ممكن تقولي وتسيبي ايدي بقى عشان هريتيها لي دعك كده؟ في ايه؟ انت بتزعقي ليه يا ماما؟ ما احنا كنا بصراحه هو انا يعني ايه ايه؟ انا اسفة بصراحة يا ماما انا جاي لي عريس. عريس؟ بمناسبة ايه؟ انا مش شايفة مناسبة يعني عشان يجي لك عريس. من هقول لحضرتك يا ماما بصراحة هو ابن عميل عندي في الشركة، اكيد حضرتك عارفة باباه كويس، هو باباي يبقى امجد الحر صاحب سلسلة فنادق الحر. اللي صلحتي له الشبكة بتاعته في شرم الشيخ واتحبستي بسببه. ايوه عليكي نور هو ده. انت عايزة تتحبسي تاني ولا ايه؟ شفتيه امتى وازاي وفين؟ هقول لحضرتك يا ماما هو بصراحة يعني عشان ما اكذبش عليكي هو الراجل جالي الشركة مرة واحدة بس وفتحني في الموضوع وقال لي ان هو عايز يجي البيت من بابه. ابن اصول والله. لازم بياناته كلها تبقى عندي، انا عارفه امجد الحر هجيبها بسهوله. بس من هنا ورايح لا تشوفيه ولا يشوفك. يا ماما ما تقلقيش من الموضوع ده خالص. بس برضو مش هي دي المشكله. ايوه المشكله ايه؟ اعملي لي شاي. طيب اعملي لي شاي. يا ماما المشكله مش مشكله الشرب. امال ايه؟ امه. مالها امه؟ ماتت؟ لا. مامته تبقى مين؟ تبقى انتصار عبد الحق. ودي فين المشكلة فيها؟ انتصار عبد الحق ودي مشكلة؟ قضيتيني من الصبح بجد يا ماما؟ انتصار عبد الحق؟ ايوه اسمه مش غريب. انتصار عبد الحق المذيعة يا ماما. المذيعة؟ ايوه. لا يا شيخ والله يا لهوي ده سرقتها ضاعية. ابن اسمها انكسار عايزة تموتني. ما تشرلك ألف مبروك ألف مبروك يا عدن. الله يبارك فيك. ربنا يتمم عليك على خير يا حبيبتي. ويتمم عليك على خير يا رب يا رب يا رب. ادعي لها ما تدخلي تقرصيها في ركبتها عشان تحصل. لا من هنا ما ينفعش كده حاف. بصوها بصوها اختي حبيبتي. ألف مبروك يا عدن. مع السلامة يا ماما. يا ماما مفيش ماما ويا مفيش ماما يا ماما يا ماما مش هعمل كده تاني والله. هفتح لكم ان شاء الله بعد 20 سنه كده. يلا فرقة ذنبي ايه يا ماما؟ ذنبك ايه؟ معاها هبوسيها يا حبيبتي. انا مش ذنبي انا مهاجره انا مهاجره. باي 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 باي. وحشتوني وحشتوني. اوعي كده يا شيخه بقى انتك القرف. اوعي اوعي انت وهي عندك كده يا ست عدنا. خليه يجيب لك عيش وحلاوه يا اختي. يا مدام يا مدام. ايه في ايه؟ امضينا على وصل الصرف ده. وفرحانه فرحانه قوي طول النهار انت على صرف صرف ارسال ارسال مفيش استقبال. يا رب وعدنا بشيك حتى لو بدون رصيد. بس ده حاجه بسيطه. حاجه بسيطه طبعا. انت همك ايه؟ حاجه بسيطه. انت دافعه حاجه من جيبك تكلفه قد محلوله.
الا يعني ايه تأتى محلوله؟ مش عارف. ما علينا، مش مهم، مش ده موضوعنا. قولي يا عموره حبيبي. ايه يا حبيبتي؟ هو انت مش ناوي تعرفني على عروستك الحلوه قبل ما اروح ونخطبها من مامتها؟ بس ليه يعني؟ ليه؟ الا ليه؟ لازم نتعرف على بعض، نحب بعض، نتكلم مع بعض، علشان يوم ما هبش في امها تبقى في صفي. تهبشي ايه يا ماما؟ هو انت داخله على حرب؟ حرب؟ واي حرب؟ دي الحرب الحمواتيه الثالثيه. اسمعوا يا بنات، بعد موضوع عداله مع ابن انتصار، ماما رفعت حاله الطوارئ للدرجه القصوى، علشان كده احنا لازم نشوف حل في الموضوع ده عشان الجوازه ما تبوظش. اسمعوا يا بنات، ها، اما انا عندي حته دين فكره هتخلي ماما تسلم وترفع الرايه البيضاء. ايه يا ابوس ايدك يا جماعه، انا عمرو اتفق معايا ان هو هيقنع مامته والدور بقى عليا. طنط سميحه الزخيري. ايوه، فين الفكره؟ هي دي الفكره. اشمال؟ هو احنا ناخد افراج امتى؟ افراج الفجر مع اول ضوء. شرف تعال. بص يا ستي، انت هتروحي لماما تاني وتفتحيها في موضوع جوازك من ابن انتصار عبد الحق. تاني؟ استني بس. هتروح ماما طبعا ضرباكي ومدغدغه عضمك وحبسكي تاني عادي، تمام. تقوم انت بقى مسرقه وعامله نفسك مغمى عليكي وعندك صدمه عصبيه حتى. انا بقى هعمل ايه؟ هكون اتفقت مع الدكتوره سميحه انها تبعت لنا دكتور من تلامذتها ويقول ان انت عندك صدمه عصبيه حاده وان احنا لازم ننفذ لك كل اوامرك، لالا كده هتموتي. حلوه قوي، جيف مي فاير. فكره حلوه قوي يا بنتي يا منى، بس انا محرجه منها. ليه؟ علشان مش بدفع لها فلوس العلاج، بتعالجني بالمجان. والله عندك حق. بصي بقى يا بنتي يا منى، ها، هي مش عايشه لوحدها. يبقى في حاجات كتير قوي محتاجاها. يعني انت كل مره ممكن تجيبي لها حاجه، ممكن تجيبي لها تورته، كيس فاكهه، يعني ماشي حالك. برافو عليك يا بنتي يا شرف، دي فكره حلوه قوي. شفتي بقى؟ بس انتوا ايه رايكم بقى في الفكره بتاعتي؟ انا كنت شايلها لما اجي اتجوز الولا كيكو، بس مش خساره فيك يا عداله. انت برضو اختي. هاتي بوسه. هاتي بوسه. اتفضلي يا حبيبتي، تعالي. Thank you Mary. ايه ده ماما هنا؟ ايه؟ تعالي تعالي. بصي بقى، هتقابلي اجمل واحلى ام في الدنيا كلها. بجد؟ والله العظيم. اكيد. بص على السول، على السول. حبيبتي. يا روحي. يا اهلا يا اهلا اهلا بعروستنا الحلوه عداله. عداله دي عدامه. اهلا يا روحي، نورتي. ازيك؟ ايه العروسه الحلوه دي؟ اهلا حبيبتي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي مفيش يا بابا. انا اسفه قوي، متاسفه. حبيبتي اهلا اهلا، نورتينا حبيبتي، نورتينا. ايه العروسه القمر دي؟ شفت ابنك؟ عرفت تجيبها ازاي دي؟ ربنا بقى. ربنا بيبني. تعالي. الحمد لله يا ماما. اهلا حبيبتي. عموره حبيبي، العربيه بتاعتي بس عايزاك تركنها لي صف تاني. العربيه. العربيه. ماشي ماشي. اهلا حبيبتي، اهلا، نورتينا يا روحي. ده نورك يا طنط والله. اهلا. انت جايه كده لوحدك؟ جايه لوحدي. لا يا قصدي يعني فين تضاريس الانثى؟ الكل انثى ليها تضاريس، انت ما فيش حاجه خالص. سوري يا طنط، اصل انا محافظه على جسمي. خساره، مش طالعه مبقلصه زي امك ليه؟ نصيب يا طنط، نصيب. حلوه قوي. طب قومي كده وريني، قومي فرجيني طولك. حضرتك شفتيني؟ لا، عايزه اشوفك لوحدك كده من غير عموره. وريني لفي يا حبيبتي، عايزه اشوف القمر العروسه بنتي. عدامه عدامه، اقعدي يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا، نورتي حبيبتي، نورتي. ميرسي يا طنط، ربنا يخليكي. وانت على طول كده لابسه بنطلونات، ما بتلبسيش جيبات ولا طيارات؟ لا لا يا طنط، والله بلبس على طول. بتلبسي جيبات مش بنطلونات؟ لا لا، بلبس كتير. لا، رجلكي سلعوه. لا لا خالص. لا، رجلك والله اكيد وحشه، معرقبه. عارفه الرجلين المعرقبه؟ اكيد رجلك معرقبه. لا ابدا يا طنط، ما تظلميش اهو. اخوتي يعني هي جت على الرجل. حلوه حبيبتي، قمر. ربنا يخليكي يا طنط. بس انا عايزه اسالي سؤال، انت عارفه احنا في شغلنا بنستخدم بواريك كتير وشواتير، عجباني قوي قوي شواتير اللي انت حطاها في دماغك دي. ايوه يا امانه. لا انا كويسه والله، لا اي
حبيبتي دي دموع الفرحه دي طنط انتصار طيبه قوي. انا جايه على طول. يلا باي باي. عارفه عارفه لو ما بعتيش على الواد ابني هعمل فيك ايه؟ هتبحك. وعارفه لو نطقتش بكلمه له هعمل فيك ايه؟ عملت ايه يا طنط حبيبتي؟ حلو. ايه رايك حبيبي؟ حبيبي قمر قمر ما شاء الله قمر. مش عارفه جبتها منين. بس دي حبيبي يا دوبك تسلك بيها اسنانك. طمني يا دكتور بنتي عامله ايه؟ طمني. للاسف عندها صدمه عصبيه. مره واحده كده؟ طب دي جات لها من ايه؟ اكيد في حد مزعلها وضاغط على اعصابها. يا حبيبتي يا اختي انا عارفه السبب يا دكتور، انا عارفه السبب. طب لو عارفين السبب ما تعملوا لها اللي هي عايزاه. طب لو ما عملنالهاش اللي هي عايزاه هيبقى في خطوره كبيره جدا على حياتها. يعني ممكن تموت يا دكتور؟ طبعا. يا حبيبتي بعد الشر بعد الشر ما تقولش. متشكرين يا دكتور. ايه ده؟ حاضر اتفضل اتفضل يا دكتور. كنت كويس قوي قوي. وحضرتك خريج ايه يا دكتور؟ ديليفري. طب مع السلامه مع السلامه. شوف لك حد يكشف عليك. مع السلامه. كل الدكاتره النفسيين كده. دي اعتبي بنتك كده يا ماما. دي مهما كانت اختنا. في حد يعمل في بنته كده يا ماما؟ واكتر من كده. الله العظيم يا رب. بس بقى خلونا نفكر كويس. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ خلاص يا شرف خلاص. لا يا سمحه لا لا لا. ايه ده ايه ده؟ رجعي ورا كده شويه زي ده كده. ايوه ايوه بس خلاص. والفازه دي هاتيها برده كده. لا يا سمحه في النص في النص بس خلاص. ربنا يتمم لك بالخير يا ست عداله. ربنا يخليكي ليا يا رب يا سمحه. حلوه قوي اللي انت عاملاه ده، كتر خيرك. حلوه قوي ريحه الفريش اير دي. تعالي شم كده يا عداله. حلوه 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 قوي. كفايه غرقتيني يا شيخه. ماما ما نزلتش ليه؟ بقول لك ايه، ابعدي عن امك النهارده احسن لك. تلاقيها مش طايقه نفسها. ايوه هتلاقيها مش طايقه نفسها. هتلاقيها نازله تقعد مع الناس وهي مغمضه العين مسدوده الانف والاذن والحنجره. والله يا جماعه انا قلقانه قوي. ربنا يستر ويعدي اليوم ده بس على خير. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ده منظر عروسه يا ستي. ما انا لسه هلبس. ايه ده؟ شش. هي نازله ايه؟ قدرني يا رب يا سبحان الله. يا سبحان الله. يعني يوم خطوبة بنتي يا رب ضغطي يعلى وانخفاض في مستوى الرؤية. ده مش فاضل غير انها تمطر في الشقة ولا ايه؟ ها يا بنات طمنوني، كله تمام كله تمام كله تمام يا ماما. بس بتهيالي هم اتأخروا شوية. الغايب حجته معاه. يا رب يتوه هو وامه في الخلا يا رب. تاني يا ماما؟ ايه يا بنتي ده؟ بدل ما تقولي سلامت نظرك يا ماما. يا بنتي ده انا نازله والله عينيا مشبره، دايما جايه عليا كده يا بنتي يا دودو. سلامت نظرك يا ماما. يا امك دي حد يقدر يجي عليها؟ ربنا يستر يا بنتي. يلا يلا يا بنات اطلعوا بسرعه. يلا البسوا في خمس دقايق وعلى الله يتاخروا. خمس دقايق وثانيه هقفل الباب مش هفتح له. يلا ايه ده ايه ده اللي انت حاطاه على ايه ده؟ يلا يلا بسرعه يلا شيليه. يا رب يا رب سر الكاتينه يقطع، يا رب البطاريه تلدع، يا رب امه تلسع.
اهلا وسهلا يا استاذه انتصار، انا بتفرج على برنامج الشخطوط بتاع حضرتك. يا اخي كتك شوطه. اسمك مكانك. الشنطه لو سمحتي. شنطه ايه وانا داخله المطار؟ بدايه سودا. يا ابني انت امن ولا فنون شعبيه؟ ايه ده هو كله مسلح؟ يا ابني فكر، يا ابني فكر، وحياتك ايه يا ابني؟ دي جوازه. يا رب ما يفتحوا يا رب. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضلي اتفضلي. اهلا، اتفضل حضرتك، اتفضل، نورتونا. اتفضلي حضرتك. سامحه بس. ايه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ دي الهانه منتظراكم، اتفضلي اتفضلي. يا سلام، هتتجوز في المنور؟ اتفضلي. اهلا، اتفضل حضرتك، اتفضل، نورتونا. اتفضلي حضرتك. سامحه بس. ايه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ دي الهانه منتظراكم، اتفضلي اتفضلي. يا سلام، هتتجوز في المنور؟ بدايه محببه، بدايه محببه. يا دايما ده ايه الغلطه دي؟ اهلا وسهلا. ده قمرك ايه؟ اهلا وسهلا يا طنط، ازي حضرتك؟ عادل يا ماما. اهلا، تقابلنا قبل كده. اهلا بابا بقى. ازيك يا اهلا يا عدالة. اهلا اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله تمام. العدالة حلوة برضو ومطلوبة. ودي بقى اخت هيام. ازيك يا هيام؟ اهلا ايه؟ اهلا بيكوا. شرف اختي الكبيرة. شرف. ازيك يا شرفتينا يا طنط. شرف. احلى من الشرف مفيش. وامانة. امانة امانة. الله يسلمك. يا سلام يا امانه. لا حضرتك كده امانه. يا ليل يا ليل تاثر، يا ليل تاثر. وماما. اهلا وسهلا. ازيك يا طنط؟ اعرفك بماما، انت ساره عبد الحق. اهلا وسهلا. اهلا. ده بقى بابا امجد بيه الحر. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا اهلا. يا صوتك طلع يا اخي، يا ملك يا اختي، من ام كلثوم واقفه قدامي. اختي بقى يا طنط تبقى هيام. مبروك يا طنط. ايه يا ابني انا مخنوقه. اتفضلوا اتفضلوا. لا والله. صح. يا ابني يا من هنا. هو ما بتشوفش؟ هو انت ما بتشوفش؟ عشان انا اتفضل. الحقيقة عمرو بيشكر قوي في عدالة وفي تربيتها وأخلاقيتها. مستر أمجد، أنا بناتي متربيين أحسن تربية. لا والله، لو أنا ابني بقى أي بنت في البلد تتمنى ضفره. ورينا كده ضفرك. لا عادي عادي. إيه؟ إحنا الحقيقة كنا جايين نطلب إيد الآنسة. معلش أنا ليا شروط بس. علشان بس تعبانة حطيت لكم شروطي على في الأشاديات. هات لهم الكمبيوتر المحمول يا شرف، هتلاقيهم على فايل غير قابل للنقاش. غير قابل لإيه؟ للنقاش؟ ليه يا ماما؟ هو احنا ايه، قاعدين في المحكمة الدستورية ولا قاعدين فين؟ قاعدين في الصالون، واللي مش عاجبه هو حر. لا الحقيقة احنا كنا مأملين نسمع رأي حضرتك. مأملين؟ ايه ده؟ ليك؟ يعني ايه بقى ابننا يسكن معاكي هنا؟
ده احنا ابننا هنجيب له اشيك واجمل فيلا في مصر، مش شقه دوبلكس الوانها بهتانه زي لون الاسم بتاعك. ثم احتاج ايصال الامانه دي، اللي هو هيتجوز ولا بيأجر عربيه؟ فوقي بقى وصحصحي. معلش نمت وحضرتك بتتكلمي، اعذريني اصل ضغطي عالي، سهرانه مع المساجين طول الليل، والله كلها ساعه ومسافه ما انتوا تمشوا الضغط هيروح. يلا يلا بس شروطي كلها يا امجد بيه لازم تتحقق. لا والله شروطك دي مرفوضه يا ست انتي. مش عارفه دماغي تقيله قوي، دماغي مش قادره مش قادره. على فكره انا قاعده معاكم والله عشان خاطر بنتي، لولا كده كنت طلعت قيلت شويه، مش عارفه اعمل ايه. ده انت مقيله يا مدام من 10 سنين. ثم انا الحق مش عليكي، الحق على ابني اللي جايبني علشان اسمع كلام سخيف من اللي يسوى ومن اللي ما يسواش. انا حالفه ما هزقش حد في بيتي، لكن شكلي هصوم 3 ايام. ايه يا جماعة ايه يا جماعة، التفاهم مش بالشكل ده، لازم التفاهم يبقى بشكل حضاري شوية. حضاري ايه؟ انا اللي غلطانة ان انا جيت لواحدة زي دي. انت ما كنتيش يا مدام تحلمي في يوم من الايام انك تشوفي انتصار عبد الحق على الحقيقة، بس انا اللي غلطانة، ابني السبب للأسف. يا ماما مش كده بقى ارجوكي. انت تسكت خالص، انت بتسمع امك وهي بتتهزق؟ اسمع كلام ماما، الا الام الا يرضيك يعني يجي لها ذبحه تروح فيها تموت بسببك؟ الهي يذبحك يا شيخه على الصبح. استني يا مامي استني يا مامي، انا هفضل انا ورا امك ورا امك ورا امك. تعالي بس تعالي، خدي نفسك، اكيد هنشوف بعض تاني ان شاء الله، ولازم اشوفك عندي في الفندق. الكارت بتاعي اهو. شكرا شكرا. بليز يا مامي اهدي عشان نعرف نفكر. ارست هانم شويه عليكم وشويه عليكم. وانت شرفك انت ايه الموضوع اصلا؟ اهدي بس شويه، ما بقاش اللايفه كمان اللي دي دخل. يا ام عمرو بعدي ام عمرو وانا بلعب معاك في الشارع. يا ام عمرو يا مامي هسمعني بس مو لما يتشطح قدامك يا ابني ادبكم كلكم. أنا سعيد قوي بالفرصة دي يا مدام نور. أنا أسعد، شكرا. أتمنى إنها تتكرر. إن شاء الله، اتفضل. تعالي يا حاج، تعالي يا حاج. اجري يا بنت، اجري اجري. ده صوت ماما. إيه ده؟ يا نهار أسود. نور، لا إله إلا الله. محمد رسول الله، الحق مراتك. إيه ده يا ماما في إيه؟ مش عارف. ده صوت ضرب نار. ضرب نار؟ اطلع هات المسدس بتاعي بسرعة. حاضر. وانت اطلع على اوضكم، ما تتحركوش، اياك حد فيكم ينزل، فاهمين؟ هات المسدس بسرعة. حاضر. بسرعة. خلاص يا حبيبتي الحمد لله ان ما جاتش فيكي. ايه اللي حصل؟ امك عندها كلب؟ لا ده كان فوق، انا عايز يضرب نار على ماما فجت في السواق رصاصة. حبكت يعني تيجي تموت هنا؟ اهدى اهدى، انا هتصرف. غطوني. يغطوك ويسوط يا بعيدة يا اخي قلبي اما ينهشك. حصل له ايه؟ مات. عجبك كده؟ يا رب يا رب ما يبطلوا ضرب نار، يا رب تتنشي رصاصة واخلص منك. جوازة سودة من اولها قلبي حاسس. اقف عندك، هضرب حي. ايه ده يا ابني؟ ده انت كده هتناسب رامبو. عيل سيس. ايه واقفين تتفرجوا على ايه؟ دور الابطال؟ ايه ما حد يطلب الاسعاف، سواء بعد 3 دقايق هيتحول لشبح. موبايلك يا امجد بيه، موبايلك عشان اطلب الشرطه. شرطه؟ هتيجي تعمل ايه الشرطه؟ ده انت لوحدك مديريه امن. بس هات الموبايل. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. يا محمود قلقتني، اتأخرت كده ليه؟ اسكت يا ماما، النهارده كان يوم فظيع. ليه يا حبيبي؟ الإعلامية اللي اسمها انتصار عبد الحق
حاولوا يختلوها النهارده. ايه؟ دي لسه مكلمها الصبح. وحضرتك تعرفيها؟ دي صاحبتي جدا. جرى لها حاجه؟ لا يا ماما هي كويسه ما فيش حاجه، هو الصواب بتاعها اللي اتقتل. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمه. بس انت دخلك ايه بالموضوع ده؟ هما جم عندي مستشفى، بس الغريب بقى ان هي طلعت تعرف حماتي المستقبليه. عميد نور؟ ايه ده؟ انت حفظت اسمها بسرعه قوي يعني. طبعا. مش حماه ابني؟ حماه ابني بقى دي طلعت جامده جدا، تخيلي اصطادت الراجل اللي قتل السواق قبل ما يهرب. والله دي جامده فعلا. والراجل اللي مات ده طلع من رجاله نبويه التمساح. انتوا عرفتوا ازاي؟ من التحريات طبعا. شكرا. ايوه يا ماما، بس ايه برضو مصلحه نبويه التمساح ان هي تقتل طنط انتصار؟ ازاي يعني يا عداله؟ ما انت شايفه انتصار قدامك اهو مبهدلها في البرنامج. ايوه بس مش لدرجه ان هي تقتلها. يا سلام. وبعدين يا بنتي انت منتظره ايه من واحده مجرمه زي دي؟ اذا كانت مخوفه مصر كلها مش هتقدر تقتل انتصار. بس عايزه اقول لكم على حاجه، بالرغم من ان انا بكره الوليه اللي اسمها انتصار دي كره كامل الدسم، بس لما السواق بتاعها مات ثابت عليا. مرات السواق دخلت عليها هي وولادها، راحت كاتبه لهم شيك بمبلغ كبير قوي وقالت لهم تقولي كل شهر لكم عندي مرتب. بصراحة يعني قلبها مليان سواد وحقد، لكن فيها حتة إنسانية كده عجبتني. ما هو لولا النور اتقطع ما كناش خففنا وعرفنا فايدة الملابس القطنية. شفتي بقى يا ماما ان حضرتك كنت ظلمها قوي ازاي؟ لا 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 لا، مش مسألة ظلم. الولية دي عاملة زي البوتاجاز، تتكره من أول وهلة. وعلى فكرة اوعى تجيبي سيرة ابنها ريسبشن على لسانك. ليه بس كده يا ماما؟ ما احنا كنا كويسين. لا 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 لا، دي حاجة ودي حاجة. أولا مش موافقين على أي شرط من شروطي الغير قابلة للتنازل، ولو رجعوا وجولك تاني هطلب منهم خطاب ضمان نهائي هسيله من أول خناقة. ما هو برضو يا ماما يا حبيبتي ما فيش حاجة اسمها يعني شروط غير قابلة للتنازل. اهو ده بقى يا بنتي يا شوشو بيسموه في السياسة الديكتاتورية. لا لا لا، شاطرة شاطرة يا حلو. انا كده بقى عجبكم ولا مش عجبكم؟ واي عيل شماعة هيجي وهتقولولي عايز اتجوزه هاخدكم تحري. ايه رأيكم؟ واحدد اقامتكم. يلا يلا قوموا من قدامي بدل ما عورت. يلا يا اخت ديكتاتورية. ايوه انا ديكتاتورية. عجبك ولا مش عجبك؟ انا كنت بهزر يا ماما بهزر. نيلة خدكوا ابل الشاي بسكر، ضغط عيلي وسكر عيلي، انا مش عارفة ايه كمان هيعلى عندي. ايه يا دادا مالك؟ انت بتعيطي؟ حقيني يا استاذة امانة، استاذة كوثر متمنة بسيرات موبايلها ودخلت للمديرة عشان يبلغوا البوليس. عمال احلف لها اني بريئة مش راضية تصدقني. ارجوك يا استاذة امانة اعملي حاجة، انا بجري على يتامى. ايه دي؟ طيب ايه دي؟ على فكرة انا لقيت الموبايل. وكان مع حضرتك؟ لا انا لقيته، ما كانش معايا. هي استاذة كوثر فين؟ عند المديرة. انا هروح لها اقول لها ان التليفون معايا. معلش ايه دي بقى؟ الحمد لله. ويدك يا رب. انا بنات عم سليمان السائق الغلبان. انا عايزه اقول ايه ذنب مراته؟ ليه تعيش ارمله؟ ايه ذنب ولاده ان هم يتشتموا؟ انا كان ممكن قوي ابقى انا النهارده اللي مكان عم سليمان. وكل ده علشان ايه؟ علشان بدور على نبويه تمساح، عشان بحاول اساعد مؤسسات الدوله انها تقبض على نبويه تمساح. لكن انا من موقعي ده انا بقول لنبويه تمساح انا مش هوقف، انا هكمل وهستمر لغايه ما ادور عليكي، ومش هبطل لغايه ما الاقي حبل المشنقه ملفوف حوالين رقبتك يا نبويه يا تمساح. والنبي ايه ده، انت ممثله تمثيل؟ النهارده عامله لنا فيها جاكي شال. لو تشوفيها المره اللي فاتت لما اتضرب عليها النار، عيله بتصرخ وتغير كده وماسكه في بشير البواب تقول ايه عيل عايز يغير له الكفوله. ولا كله كوم والدكتور سافلون بتاع الكوم؟
ليه يا ماما حصل ايه؟ قال ايه؟ في عز الزنقه اللي احنا فيها في المستشفى وجاي لي تاني يوم يقول لي ايه؟ اجي انا وماما نقابل حضرتك امتى؟ بجد؟ ها؟ قلت له ايه؟ قلت له اما اخلص تحريات عنك وعن امك وشكله هيترفض. يلا خشوا جوه خشوا جوه خشوا جوه خشوا جوه. ايه ده يا كريم؟ هو انت الضيف اللي بيقولوا لي مستنيكي تحت؟ ايوه يا ستي انت فين؟ طب يلا امشي يا كريم بسرعه، اصلا المديره بتاعتي صعبه قوي وبتتلكك لي اصلا. يا ستي خش اتوصلتك عندها دلوقتي حالا. يا نهار اسود انت عايز توديني في داهيه؟ يلا يا كريم عشان خاطرك لو بتحبيني يلا. طب انت ليه مش بتردي على الموبايل لما بكلمك؟ علشان عندي حصص. يلا يا كريم امشي. طب ممكن لو سمحت عليا تبعتي لي مسج اطمن عليكي؟ طيب ماشي حاضر هبعت لك. يلا يا كريم عشان خاطري باي. طب يلا يلا باي باي. امشي بقى. كل ده انا كده الجراس. اهلا 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 كده اتضح. يا جماله يا جماله مدام انتصار. ابراهيم برا. ايه ده؟ ايه يا بنتي ده؟ مفيش احترام مفيش احترام مفيش هيبه للمكان. هنقف يا ماما. ابراهيم برا. دخلي. ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي؟ اتعلمي الادب والاخلاق. تعالي هنا قولي لي في ايه. سوري انا اسفه انا اسفه انا اسفه. معلش افرضي سمعت ايه. افرضي. معلش معلش انا اسفه. ابراهيم برا. خليه يدخل. حاضر. خير يا مدام انتصار. اهلا اهلا يا برهومه. اهلا. اقعد يا حبيبي اقعد يا بابا اقعد. شوف يا ابراهيم يا حبيبي انا عايزاك تقلدني. ايوه انا عايزاك تفصل حياتك الشخصيه عن الشغل. انا ملاحظه يعني ان انا من ساعه ما رفضتك لهيام بنتي علشان المستوى الاجتماعي بعيد قوي عن بعض، علشان في عدم تكافؤ، مش عارفه ايه اللي انت اتضربت على قلبك. اتضربت على قلبك انا مش عارفه ليه ما بقتش بتشتغل زي الاول. لا يا فندم انا مش شايف كده. انا شايف ان انا بشتغل بكل طاقتي ومركز في شغلي وما قصرتش في حاجه. هو انا مش شايفه يا ابراهيم. انا بشوف يا حبيبي. لا طبعا انت مش مركز خالص يا ابراهيم. يعني انت بص ما بتشتغلش من هنا ما بتشتغلش من هنا. شايفه انك انت بقيت تشتغل كده من بره بره. انت عارف المرتب اللي انا بديهولك انا معتبره زيكا من المحطه. مدام انتصار ممكن اعرف انت ليه رفضتيني؟ لو انت واثق ومش عارف ان انا لا يمكن اوافق ما كنتش خبيت علاقتك بيها لغايه دلوقتي غير ان انا عرفتها بالصدفه. عارف ليه؟ لانها علاقه غير متكافئه يا ابني. لا يا فندم بس انا كنت مستني اللحظه المناسبه اللي فاتها حضرتك في الموضوع دوت. اه وكانت امتى هتيجي بقى ان شاء الله اللحظه المناسبه دي؟ لما البت تعجز واسنانها تقع وتركب طقم؟ لا يا فندم انا كنت بجتهد في شغلي لغايه ما حضرتك ممكن تديني منصب في القناه. اديك ما هو ده هو مفتاح العربيه. هو ده. افرض انا ما اديتلكش كان هيحصل ايه؟ البت تعنس بقى جنبي؟ لا يا فندم. شوف يا ابراهيم اوعى تفتكر يا حبيبي ان انا خايفه على مصلحه بنتي. بس لا ابدا اطلاقا اطلاقا. انا خايفه عليك زيها بالظبط. انا عايزاك تراجع نفسك وتراجع ضميرك وتنتبه لشغلك واكل عيشك لقمتك وتشتغل بضمير وبحب. تشتغل من هنا ها وراجع نفسك. وبص هقول لك حاجه انا كمان هراجع نفسي ونشوف مين اللي وجهه نظره صح. اذا كنت انا ولا انت ممكن اكون غلطانه بس انا متاكده ان وجهه نظري صح. يا جماله يا جماله
اتفضلي اتفضلي. استاذه امانه، استاذه امانه، طالما خدك. عدالة تعالي. ايه يا عدالة اللي جابك من البيت؟ في حاجه ولا ايه؟ ايه يا امانه في ايه؟ جايه عادي عايزاكي. طب تعالي تعالي اقعدي جنبها. ميرسي متشكره قوي. خير قلقتيني. بقول لك ايه، انا بصراحه جايه اتكلم معاكي في موضوع مهم مش عارفه اتكلم فيه في البيت. حاجه سريه يعني؟ اه. طب حطي صوتك. ليه؟ علشان هنا في ناس بتقعد رامية ودنها. ماشي. بقول لك ايه، احنا هنعمل ايه في موضوع امك اللي كل شويه عماله ترفض اي عريس متقدم ده؟ دي شرف اللي هي الكبيره اللي على وش جواز امك مش عايزه تجوزها. مش عارفه احنا ذنبنا ايه اذا كان انت عدم الرجاله، نشيل ذنبها على دماغنا ليه؟ بقول لك ايه، انا بحذرك، امك لو استمرت بالوضع ده انا وانتي هنعلس. عندك حق يا عداله، ده انا يا بنتي بحس لما بيجي فيلم لعمر الشريف بتخاف علينا منه على اساس ان هو يطلع من التلفزيون مثلا وياكلنا. يلا هضل ناقص تحرمنا كمان من التلفزيون. لا كله الا التلفزيون، دي الحاجه الوحيده اللي بتسلينا. طب وانت عايزانا نعمل ايه يعني؟ ما انا بصراحه جايه اتكلم معاكي في الموضوع ده. انا عايزه انا وانتي وشرف نقف قدامها كده وقفه رجاله زي الجيش والشعب. ايوه انت جايه لي يعني على اساس ان انا هقف معاكم في الفرقه؟ ايوه طبعا. لا يا حبيبتي انا ما اقدرش اتكلم معاها، دي العميد نور. اتكلمي معايا انت يا ماما. انا؟ اه. ما انا جايه لك ليه؟ بقول لك انا وانتي وشرف. طيب ماشي، وريني همتك بقى والانفرادي النهارده مستنيكي. انفرادي انفرادي وانا بخاف. اعتدال، تعالي اعتدال. تحت امرك يا ست الكل. هفارم عليكي، امسكي دول. انت كده بتشتميني يا ست الكل؟ الله، طب ده انا اخدمك بعناية. انا نفسي ارد ولو شويه من جمايلك. ما انت تعبت ركبتي توك توك وجبتي اكل. يلا يلا خدي دول بقى. خلاص لو ما كنتيش تحلفي ما تحرمش مني. طب يا تفتف الكلب، وقعتي ومحدش سمع عليكي، ربنا معانا ان شاء الله. ربنا معانا يا ست الكل، ما تقلقيش. يلا حبيبتي مع السلامه. بقول لك يا ست الماموره، هي الصوره دي على طول متغطيه كده ما بتنكشفش ابدا. ايدك ايدك. الله اكبر الله اكبر. ليه عفريت ده ولا ايه؟ اسم الله عليا. يا جماله يا جماله ما تحرمش. تزعليش يا صورتي، ما تزعليش. الله اكبر الله اكبر. ربنا يستر. كده 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 يا اعتدال كده وقعتيني. اه يا رجلي يا جمال ويا جمال ويا جمال ويا جمال. هتروحي يلا سكت من غيرك مالوش طعم. اه والله بس يا ولاد انتوا هي انا كنت هستنى النفس بسرعه. يلا يلا يا اختي حد يهرب من سجني. يلا بسرعه اطلع. الحقيقه يا سياده العميده، حضرتك اثبتي انك فخر للشرطه النسائيه وفخر للجنس الناعم عامه، واثبتي ان المراه قادره على تحمل المسؤوليه زيها زي الراجل تماما. شكرا يا ست الكل، شكرا شكرا. طبعا البنت زي الولد مش كماله عدد. لكن عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا، كل مجرم لازم ياخد عقوبته كاملة، وإلا تنتشر الجريمة انتشار النار في الحشيش يا ست الكل. وأنا من قناتك دي المحترمة أحب أوجه نداء للمشككين في العدالة والقنوات المغردة اللي بتشكك في دور الشرطة النسائية والقيادات المثالية المحترمة، أحب أقول لهم إحنا واخدين بالنا منكم قوي، وعارفين مين اللي بيوجهكم ومين اللي بيدفع لكم، ومش هنسيبكم. واحب اقول لكم منكم لله، انتوا عندكم عيال، خلي بالكم انا مش هسيبكم. طبعا عندك هنا فرصتك يا ضلمه تلقح عليا بالكلام، بس صبرك عليا. ان ما خدت منك حقي تالت ومتهلت، ان ما جبت تحت كمرتي مبقاش انا انتصار. تحبيني اقفل ولا ناخد فاصل؟ ناخد فاصل. Thank you.
اللي كان منور قناه الشمس ده النهارده يا ماما. لا 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 يا بنتي، ده النهارده كان لقاء الشمس مع القمر. قمر مين وشمس مين؟ ده انا حاسه ان انا بتفرج على سعاد حسني، نبيل عبيد، احمد زويل. المذيعه كانت متكيفه مني جدا، الكلام كان بيطلع من بقي مرصوص، تقولي برص النيش. عرضوا عليا اعمل برنامج لوحدي. فعلا؟ اه، ونسميه مات الكلام، اقعد في البرنامج كده. بس انت النهارده يا ماما عملتي حاجات فظيعه. وايه؟ علمت اختنا الادب، علمت عليها. اختنا؟ اختنا مين يا ماما تقصدي؟ ما دام انكسار، نار الغيره كانت بتحرقها، الحقد هيموتها يخليها رفيعه كده. يا ماما، هو انت لسه حطاها في دماغك؟ مين دي اللي حطاها في دماغي؟ المهم انت تشيلي ابنها من دماغك. سعد زغلول قالها زمان. بتقولي ايه يا بنت؟ سامعاكي؟ مفيش فايده يا ماما. راجل بيفهم. وكما قال مصطفى كامل، لو لم تكره انتصار لوددت ان تكره انتصار. شوشو تعالي بسرعه، عرسك جه اهو. فين؟ ومعاه تشريف عامل زي بتاعه الوزراء. عرسك اهو. ما اسموش عريسك لسه بدري، في كشف هيئه وكشف طبي، مش يمكن يطلع عنده التصاق في الفخدين؟ ليه بس كده يا ماما من اولها؟ اولها ايه واخرها ايه؟ لحقتي تتعلقي بيه؟ لسه بدري قوي. ايه ده شكله بينهز، ده معاه حرس كتير قوي. ايه ده ايه حكايه مامته دي؟ وريني ايه ده؟ هي جايه تخطب ولا جايه تحرر رهائن؟ يلا 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 ولا يهمنا، تعالوا تعالوا. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. اثبت مكانك، اثبت يا سياده العميده، يا سياده العميده على الشفاط. مش انتوا، مش انتوا. اذا كانت هي جايبالنا حرس وبودي جاردات، فاحنا الحكومة ربنا يقدرنا ونفركش الجوازة دي. بالتوفيق يا نور. اتفضلوا. مرسي. نورتونا. مرسي. ازي حضرتك يا طنط؟ اهلا. العروسه شرف يا ماما. بسم الله ما شاء الله، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اخوات شرف، عداله وامانه. اكيد اخوات شرف هيبقوا ايه؟ لازم عداله وامانه. ميرسي يا طنط منورانا. اتفضل. ازيك عامله ايه؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. سياده العميد مراته ومامتها. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. سعاد دياب. العميده نور عز الدين. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ازيك يا دكتور؟ ازيك سياده العميد. نظرتي معايا؟ انا ما شفتش حضرتك قبل كده مدام سعاد. مدام سعاد، ما شفتكيش قبل كده. جايز نكون اتقابلنا في محل من محلاتي. حقيقي احنا بنشتري كل الاجهزه بتاعتنا من عندكم. بس احنا دي انا ما شفتكيش في اي حته خالص، ما تقابلناش. طب والله دي حاجه كويسه، يمكن نطلع معرفه. ازيك حبيبي؟
الو. اي حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله تمام. العريس لسه واصل دلوقتي زي القمر. يا رب بس ماما توافق عليه. ازاي بقى؟ لا طبعا ليها فايده كبيره قوي لينا. بص يا سيدي، اولا شرف دي اختي الكبيره، وماما كانت مزمزقه قوي ان هي تجوز اخواتها الصغيرين قبلها. ثانيا بقى، لو العريس ده قدر يقنع ماما ان هي تتنزل عن بعض شروطها، انا هقف قلبي جامد. ايوه طبعا. الحقيقه مدام نور، يعني طلبات حضرتك غريبه شويه، قصدي يعني مش متعارف عليها في اتفاقيات الجواز. لا ازاي متعارف عليها، دي عاديه جدا. عندك عم الحكم دار شرط على جوز بنته يعمل له خطاب ضمان بمليون جنيه. ليه؟ كان واخدها تقسيط؟ لا كاش كاش. وعمتي شامله تهام ما وافقتش على خطيب بنتها غير لما عملت له محضر بعدم التعرض. عدم التعرض؟ ما عملتوش محضر استلام؟ لا لا، انا لو قعدت حكيت لك هنقعد لبكره. انا دايما بحب اكون صريحه من البدايه. طبعا الصراحه حاجه كويسه جدا وميرسي قوي عليها. هو بس الحقيقه في بندين في الاتفاقيه دول اللي انا وقفت عندهم. البند الاول ان مكان الاقامه وبعد الجواز، يعني متهيألي دي هتبقى حاجه راجعه لهم هم، لو وافقوا ان هم يقعدوا في الشقه اللي عند حضرتك هنا فوق دي حاجه كويسه خالص، لو حبوا يعيشوا عندي في الفيلا هينوروني ويشرفوني، لو اختاروا مكان تالت لا هنا ولا هنا هم احرار يعملوا اللي هم عايزينه. مكان تالت؟ لا 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 لا، المواضيع دي مش عندنا خالص يا مدام سعاد. أنا بنتي لازم تعيش جنبي وده ما فيهوش فصال. مش عارفة أشرحها لحضرتك إزاي. هي مدام نور بعد الجواز هم هيبقوا أحرار، بنتك هتبقى تبع جوزها حرة في تصرفاتها، ممكن يوافقوا إن هم يقعدوا فعلا في الشقة اللي عندك فوق وبعدين يمشوا، وساعتها أنت مش هيبقى لك حكم على بنتك لأن جوزها حكمه هو اللي هيمشي. لا لا لا، حكم إيه وبتاع إيه؟ الاتفاقات والشروط هتتوثق في الشهر العقاري، وبعدين انا ضامنه بنتي ما بتحبش تعيش غير جنب امها. متهيألك. لا حضرتك اللي متهيألك، انا سامعاكي على فكره سامعاكي. مدام نور احنا لسه مش بنتخانق، وبعدين ما حدش هيضربك على ايدك يعني. لا هو قبل ده في بند تاني في الاتفاقية برضو أنا وقفت عنده، والذي ينص على وصل الأمانة اللي حضرتك عايزة ابني يكتبهولك. طبعاً. وصل أمانة إيه مدام نور؟ وبكام يعني؟ هو لو حب يسيب بنتك في أي لحظة لأنه مش مرتاح أو مش مبسوط وطلب مني أي مبلغ مهما كان طبعاً هديهوله، بس حضرتك عارفة إن مفيش أي فلوس في الدنيا تساوي خراب البيوت. لا قدر الله خراب البيوت. لا لا، بعد الشر بعد الشر. الحقيقه يا مدام سعاد انت حكيمه وذوق قوي قوي قوي، احرجتيني بذوقك، احرجتيني احرجتيني. بس انا عمري ما بتنازل عن اي شرط من شروطي، لكن احتمال وصل الامانه نلغيه، نعمل ايه؟ نعمل توكيل بالاداره ليا؟ ايه؟ مش عارفة أعمل. لا خلاص خلاص خلاص، أنا عايزة أثبت لك إن أنا شارية الدكتور ومقدرة أخلاقه قوي. طيب الحمد لله. على كل حال تعالي نعتبر إن النهاردة ده كده تعارف، وأنا بجد اتشرفت بمعرفتك. شكرا. وإن شاء الله يعني يا ريت لو تقبلوا دعوتنا إن أنتوا تشرفونا يوم الجمعة عندنا في الفيلا عشان نتغدى مع بعض ونتعرف على بعض اكتر. لا الجمعه رايحه القرافه. تعيشي وتفتكري. طب السبت اخباره ايه؟ السبت رايحه التوكيل، عربيتي بايظه شويه ظبطها. ربنا يخلي لك العربيه. طب الحد؟ الحد بروح السجن. لكن ممكن نبدله نروح السبت بعربيتك. السبت على بركه الله. اتفضل يا محمود. اتفضل يا طنط. ميرسي يا روح طنط. ناكل؟ انا ماليش ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي. اتفضل يا ماما. كل يا ابني كل. لا مش موافقه ومش عاجباني الجوازه من اساسه. ليه بس كده يا امي؟ ما في الاخر كل حاجه مشيت كويس والست كانت ذوق معانا. بص يا حبيبي،
انت دكتور على عيني وعلى راسي ومعاك شهاده قد الدنيا كلها، بس معلش بقى في خبره الناس والحياه انا ادرى منك. الست دي هتعمل لك مشاكل وهتقوي مراتك عليك، وممكن تطلقها منك من غير اي سبب في اي وقت. وبعدين افرض يا سيدي ان احنا فعلا وافقنا انك تروح تعيش عندهم في العماره زي ما هي عايزه، اي مشكله عاديه تحصل بينك وبين مراتك هتبص تلاقيها نطه فوق دماغك ومش سايباك في حالك. وانت عارفني بقى، اللي يجي ناحيتك ولا يمس شعره منك اكله بسناني، مش هرحمها. قامت فيك انت يا شرس. يا اخويا شرس التريق جد، انا ما عنديش غيرك. بس برضو مش هغصبك على حاجه، وعايزك تفكر تاني، عقلك في راسك تعرف خلاصك. على العموم يا ماما، هما جايين ان شاء الله يوم الجمعه، وانا واثق ان انت هتغير رايك. بعدين بقى هموت واعرف البوليس وصل لي ازاي. انتي مش بتقولي ان كان في مرسال ما بينك وما بين الواد زكي اخوكي؟ اه خلاص، هتلاقيه كان واد خايب والبوليس قطروا لحد ما عرف مكانك. ما هو مفيش غير كده، اصل محدش يعرف الخون اللي انا كنت مستخبيه فيه غير. ويا بنت يا سناء تكون انتي اللي وزيتي عليا. قاعدة بنظري ان كنت نطقت عليكي بحرف، اخص عليكي يا تفيدة، بعد العشرة دي كلها تظني فيا الظن ده؟ اصل محدش يعرف موضوع ابو المطامير غيرك يا حبيبتي. ايوه بس انتي ما قلتليش قرايبك اللي في ابو المطامير دول اساميهم ايه ولا ساكنين فين بالظبط؟ عندك حق. شفتي بقى انك ظلماني؟ اخ بس الست اللي اسمها نور دي وديني وما اعبد ما انا سايبها في حالها. ادخل. تمام يا فندم. خير يا شهوة؟ بوابة الأمن اتصلوا وبيقولوا إن في راجل بره عند البوابة طالب يقابل سعادتك ضروري ضروري ضروري. يا رب استر. إيه؟ أقول له يدخل؟ آه، ما نشوفه عايز إيه. طب ممكن أطلب من سيادتك طلب تعتبريه يعني ثواب ثواب. طلباتك كتير، اتفضلي. أنا يعني بكلمك مش كالظابط والصول، لأ، أنا بكلمك عشان عشرة العمر وإنك زي أختي يعني. والنبي بعد ما تخلصي مقابلتك معاه يديهولي يديهولي أصور معاه على الموبايل وأفرز كل النسوان السكة اللي هنا. وإنتي أنهي موبايل ده اللي هيجيب اتجاهات جسمك؟ ده إنتي محتاجة كاميرا عمولة. يلا امشي من قدامي. تمام يا فندم. احكي لك ايه عني وانا قبلك، احكي لك ايه عني وانا قبلك. كريم ناصف، كريم ناصف يا اخواتي. آه. اعمل ايه في امانه دي؟ دي اكتر واحده متربيه ببنتي. ادخل. اتفضل اتفضل يا استاذ كريم. شكرا. اتفضل انستنا ونورتنا. اتفضل يا استاذ. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. استاذ كريم المطرب الكبير. يلا يلا يلا، مش وقت مش وقت. تمام يا فندم. تمام تمام. امر. في الحقيقه يا فندم انا كنت جاي لحضرتك النهارده يعني عشان اتكلم مع حضرتك بصراحه وافتح قلبي. مفيش وقت تفتح قلبك. انت فين؟ ايه يا حبيبي، عملت ايه مع ماما؟ للاسف عملتني اسوأ معامله وشبه طردتني يعني، وما وافقتش طبعا ان احنا نتجوز. انا كنت عارفه انها هتعمل كده. طب واحنا نعمل ايه دلوقتي يا كريم؟ احنا ما قدمناش الا حل واحد بس. ايه؟ ان احنا نتجوز من وراها. استغفر الله العظيم، البنت دي ليه كل ما بكلمها موبايلها مقفول؟ يا رب استر يا رب.
الو، لو سمحت ممكن اكلم أمانة عبد الجبار؟ مدرسة العربي عندكم. معاك. ايه؟ استأذنت ومشيت؟ امتى؟ طب مع السلامة. يا ترى راحت فين البنت دي؟ مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا حبيبي. أنا آخر حاجة كنت أتخيلها إن أتجوز عند مأذون. أنا كان نفسي أتجوز في دار الإفتاء. هنعمل إيه يا حبيبتي بقى؟ ما هو ما باليد حيلة. ما أنا كمان كان نفسي أعمل فرح كبير وأعزم كل أصحابي الفنانين والنجوم. وأنا برضو كان نفسي ألبس فستان أبيض بديل وطرحة تنزل على وشي وأنت اللي ترفعها لي. إن شاء الله يا حبيبتي أحقق لي كل اللي أنت عايزاه. يلا. يلا. ربنا يستر من اللي جاي. إن شاء الله. مدام سعاد دياب بره، خليها تتفضل بسرعة. مدام سعاد تفضل. حبيبتي سلامتك. خطوة غالية يا حبيبتي، كتر خيرك. بعد الشر عليكي. تفضلي. ده أنا كنت حموت لما عرفت. الحمد لله سعاد. طبعا. عمر الشقي بقي، هي التجربة كانت صعبة قوي بصراحة، وانا مش صعبان عليا غير الراجل السواق اللي راح في تيز ده. الله يرحمه ما تفكرنيش. الله يخليك يا انتصار، بيكتبي لي عنوان بيته عشان اعمل واجب مع اهله. طول عمرك خيره وبنت اصول يا سعاد هاني. انا بقى المره دي جايبه لك معايا حته هديه تحفه. لا بقى لا 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 حقيقي ده كده كتير. كفايه التلفزيون يا حبيبتي اللي انت جبتيه، صحيح من غير ترابيزه بس انا اتصرفت. لا لا لا، تلفزيون ايه، انا المره دي جايبه لك هديه متحركه. متحركة؟ هدية متحركة. ازاي يعني؟ هوريها لك حالا، ثانية واحدة بس. أنا عايزاكي تبقي مطمنة ما تخافيش يعني. خشوا. إيه رأيك؟ رأيي في إيه؟ بصي بقى حبيبتي، دول اتنين من عندي انا من شركة الحراسات. اشطر واحسن اتنين عندي، مدرباهم بنفسي. يعني ايه رأيك؟ عصفورة ووائل تحفة، دول اشطر اتنين عندي. بس انا مش متعودة. لازم تتعودي. لا يا حبيبتي، انت كده حياتك في خطر وانا ما عنديش غيرك، انت عايزة صديقة عندي. ربنا يديم المحبة يا سعادة. هما بياكلوا ايه؟ لا 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 عادي، اي باتون سالي ساليزون جاتو سواري، اي حاجة. عصفورة بيحب الجاتو سواري قوي. ساليزون؟ ربنا يخليكي ليا يا سعادة. اهلا اهلا. هيناموا فين؟ جرى ايه انتصار؟ اي مكان عندك في الجنينة حبيبتي، اوضهم في الجنينة عادي. ربنا يخليكي، طول عمرك طيبة وعظيمة، كتر ألف خيرك. يلا يا حبيبي، يلا يا عصفور، استنوا بره. يلا. شو نسمة ما تسمعيش حتى صوت رجليهم وهم ماشيين، نسمة. على فكرة سعاد، أنا عايزة أعزمك على ندوة يوم الخميس عندنا في النادي. عايزاكي تتكلمي عن تاريخك وعن عطائك وعن رحلة الشقة اللي أنت شقيتيها طول عمرك. الله، دي حاجة تسعدني وتشرفني قوي يا انتصار، بس أنا أهم حاجة بالنسبة لي النظام شكله إيه، الناس شكلها إيه. بصي، كريمت الكريمة، كريمت وهدوء وناس كلاسيك كده بقى ومحترمين، وأهم حاجة في الموضوع كله النظام. نظام نظام نظام. أنا أحب قوي قوي بقى الحاجات دي. ميرسي يا روحي خالص. هيبقى يوم إيه؟ يوم الخميس. لو عايزاني أغير الخميس أغيره. نو نو نو، الخميس بيرفكت، هايل، هاجي إن شاء الله. إن شاء الله. هم دول هيستحموا فين؟ في الجنينة برضو. أي خرطوم كده تخطى؟ خرطوم. بوكس جيالك يا حبيبتي. بوكس جيالك ها؟ بوكس جيالك. ربنا معاكي بقى. مامي جالك في البوكس؟ أخذت معاه ولا لأ؟ لا بجد.
في البيت بقى بتتعامل ازاي بقى بالظبط؟ يلا بسرعه، يلا ارتبي ارتبي بسرعه. اهلا اهلا، ازيك يا فندم؟ عامله ايه؟ ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ ربنا يخليك. اتفضلوا معانا في البوكس الوصال. شكرا، ده مريح جدا. شكرا شكرا. مع السلامه. مع السلامه. انتوا حرين. محمد، اي مطب يقابلك خده ارزعها عشان تتاخر تاني. اقفلوا الباب وراكم. حاضر يا مان. كلمتك على الموبايل، لقيت الموبايل مقفول. ايه، فصل شحن ولا البطارية كانت مملحة؟ ده أنا قلقت عليكي قوي. لا يا ماما والله، أصلا طول النهار كان عندي حصص، وبعدين عملوا اجتماع للمدرسين. وأنا فاكرة عيب جهاز، أتاري عيب شغل. كنت مشغولة مع الصبورة. يا تلاقيكي تعبت يا حبيبتي، أرهقتي قوي النهاردة. والله فعلا يا ماما، أنا تعبانة جدا لأني واقفة على رجلي من الصبح. ما هو التعليم كده يا بنتي، رسالة سامية. سيرك تقع يا ابو سامي. والله يا منمن يا حبيبتي بتتعبي قوي. يلا يلا بينا. عندك حق يا عداله، اكل العيش بقى هعمل ايه؟ ماما حدش بياكلها بالساهل. بقول لك ايه يا ريا، انت وسكينه. نعم يا ماما. غيري بسرعه عشان نتغدى. حاضر. جميل ده يا ست المأمورة، والله بيضلك في القفص يا اعتدال، وقت تخشي الأماكن الألاجة. ما شاء الله. اتفضلي اتفضلي. المرة الجاية هوديك الملاهي وهركبك الصاروخ. اقعدي. ما تحرمش منك يا ست المأمورة، تصدقي بالله أنا كان نفسي أركب الصاروخ ده من أيام المرحوم. ده هي تاخده. خلاص بقى، أنا جايباكي هنا عشان الموضوع اللي عايزة أقوله لك، مش عايزة جنس مخلوق يعرف عنه حاجة. عيب يا ست المأمورة، ده أنا أختمك برقبتي، وبعدين ده أنت مجرباني. أسرارك كلها معايا في بير ملوش قرار. بير يا خوفي، البير يطلع زير. لا ما تخافيش، أنا أخدمك برموش عناية يا غالية، بس أنت أؤمري وأنا نفس. أنا لولا أني عارفة أن مناخيرك في الشمشمة أجدع من أي كلب وولف في الداخلية، ما كنتش كلفتك بالمهمة دي. يا سلام عليك يا ست المأمورة، زين ما اخترتي. هولمز هب. عادي عادي، ركز في شغلك انت. اعتدال. نعم. ركزي معايا. عناية يا ست المأمورة. انا عايزاك تراقبي بنتي امانة. يا مصرتي يا ست المأمورة، اراقب امانة بنتك؟ يسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا النهاردة سيدة من اهم سيدات مصر. هي سيدة مفخرة لكل المصر. أنا؟ أنت مفخر؟ من فخر يعني، من فخر، فخر السيدات مصر، السيدة سعاد دياب. هي الحقيقة سيدة الواحد يفتخر إنه يعرفها. عملت أعمال كتيرة جدا ونجحت في مجالها جدا، والحقيقة كانت أقوى وأنجح من الرجال. الحقيقة النادي بيفخر وبيتشرف بانضمام الأستاذة سعاد دياب لعضويته، وإحنا النهاردة هنسمع منها نبذة عن سيرتها الذاتية علشان نعرف أكتر الأعضاء بيها. ميرسي قوي على الكلام ده، ولو اني حاسه ان هو اكتر من حقي. ميرسي مدام انتصار، ميرسي مدام شهيره. انا ما عملتش يعني حاجه كبيره قوي، انا مجرد ست حاولت اني اثبت نفسي في عالم التجاره واداره الاعمال. برافو، الحقيقه احنا مفخورين بيكي قوي. لكن انت تقدري تحكي لنا عن نبذه عن حياتك؟ ايه نبذه؟ ايه حته حته.
بدأت بشكل بسيط خالص، متواضع في محل صغير. موبايلات؟ لا، ما كانش في وقتها موبايلات. كنا بنبيع آيباد. يعني إيه؟ آيباد. ما علينا، كنا بنبيع أدوات كهربائية، بوتاجازات، مراوح، راديو. لا بقى انت زودتيها قوي، وعند حد واقفك عند حدك. انت بتكلميني انا يا مدام؟ ايوه بكلمك انت. امال بكلم مين يا شايبه يا عايبه؟ خطفت الرجاله ولا انت فاكره ان انا مش عارفه كل فضايحك اللي النادي كله بيتكلم عنها؟ يا مدام عيب تكلمي مع واحده في سن والدتك بطريقه ديت، وهي محترمه سن ولا مش سن؟ وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ انت عارف ايه عملت ايه؟ الهام خلاص يا حبيبتي، الناس بتتفرج علينا. يا اخي كلم مراتك اللي طايحه فينا ديت. تتدخل ليه؟ بتدخل ليه؟ انت في نادي هنا مش شايل ادب، مش هتكلم بالاسلوب ده. روح اجري. انت عارف ايه عامل؟ هو في ايه انتصار؟ مفيش واحده قلبت جوز واحده عادي. انا مش شايفه من هنا كويس، استنى. انا اسفه اسفه قوي يا سعاد، اول مره تيجي يحصل لك كده. سعاد انت فقدتي النطق ولا ايه يا سعاد؟ لا بجد احنا متاسفين جدا، بس احنا اتشرفنا جدا بوجودك معانا، دي فرصه سعيده والله. سعاد اجروا قبل الجماعه الارهابيه ما يجوا. يا فندم انا كنت من يومين كده بزور واحد صاحبي في اسم 6 اكتوبر، زميلي يعني في الاسم، قال لي على حاجه غريبه شويه. حاجه ايه؟ قال لي ان بنت سيادتك الانسه امانه اتقفشت في قضيه سرقه قبل كده، وان حضرتك اتصالحتي مع صاحب المعرض. ايه هو الجو قفش ولا النسور طارت من على كتافي ولا ايه؟ مش عارفه الحته دي بحس فيها كرشة نفس. الحته دي الحته انا عارفها. امانه لا 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 مفيش حاجه، دي كان سوء تفاهم كده. لا اصل هو اكد لي انها اتقفشت متلبسه. قلت لك سوء تفاهم، انت عايز ايه بالظبط؟ ولا حاجه، انا بس كنت جيت من فتره كده طلبت ايد بنت سيادتك، فانا جاي النهارده عشان اسحب طلبي واعتذر. نعم 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 نعم. طلب ايه يا ابو طلب انت؟ وايد ايه اللي انت طلبتها؟ وحد كان وافق عليك اصلا؟ فين ايدك دي؟ ايدك دي تشحت بيها؟ انا بناتي متربيين احسن تربيه، انت فاهم؟ واضح سيادتك يا فندم. لا ده انت كده تجاوزت حدودك، شد اجزائك واتكلم مني. انت بقى امانه بنتي دي احسن بنت ممكن تشوفها متربيه في العالم ده كله. الامانه قال امانه واخده كل الحنيه، انا كنت متفرغه لها مربيها احسن تربيه. انت كل ما تجيلي تعصبني. نعم ايوه ايوه يا اعتدال. الحقيني الانسه امانه طلعت عماره فيها شقه مشبوهه. مش سامعاكي، عندك دوشه، علي صوتك يا اختي. بقول لك شقه دعاره، دعاره يا ست الماموره، وانا واقفه قدام العماره. في حاجه سيادتك يا فندم؟ لا مغاره ايه؟ مغاره ايه يا فندم؟ اصل امانه يعني كانت اتقفلت عليها المغاره، قصدي ركبه المراجيح بتاعت علي بابا واتقفل عليها المغاره. اقعد يا احمد بيه. احمد بيه تحب تشرب ايه؟ اجيب لك حاجه؟ انا رايحه وجايه على طول. ها انا بحبك قوي، بحب دخلتك. على دخلتك، دخله سودا يا رب. دعاره وتقول لك انا كنت متفرغه لها؟ امال البنات الباقيه عامله ازاي؟ الحمد لله. هنا هنا كفاية 20 ساعة على ما توصلني. اعتدال انت متأكدة ان البنت هنا طلعت شقة؟ طبعا متأكدة يا ست المأمورة، ما انا سألت البواب وجرجرته في الكلام، قال لي ان في الدور الرابع في شقة مشبوه شمال شقة. بس خلاص فين البواب؟ رحت راح يجيب سجاير يا ست المأمورة. اقعدي انت استنيني في البوكس. حاضر حاضر. انا همشي انا بقى عشان اتاخرت، ولو عوزتي اي حاجه كلميني على الموبايل.
بس لو اتصلتي وكنسلت عليكي اعرفي ان ماما قاعده جنبي. ماشي؟ طيب يا حبيبتي. طيب باي باي، مع الف سلامه. لا اله الا الله، محمد رسول الله. طيب طيب يا اللي بتخبط. افتح. اي محاوله للهروب هره في الميان. ايه ده؟ اوعي تتحركي، اوعي تتحركي. ايه اللي انت عاملاه ده؟ مين؟ نور؟ مين؟ الدكتوره سميحه الزخاري؟ والله يا مشمهندسي المزرعه كلها كانت مضلمه في الفتره اللي غبت فيها عننا. ربنا يخليك يا زكريا. ده حسنين ابن العم ده كان قلقان عليك قوي. والله فيه الخير. ده شاب مؤدب ولبس ونزهي. ياه، كل ده باين عليك بتعزه قوي يا زكريا. وهو كمان بيعز حضرتك قوي يا مشمهندسة. مادام بتعزه قوي كده عايزك تقول له ان انا اتخطبت عشان يشيلني خالص من دماغه. يا سنة سوخة، اتخطبت؟ بتقول حاجة يا زكريا؟ لا 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 لا، بقول يا ألف بركة يا ألف بركة، ربنا يبارك يا ستي الكل. راح عليك ذكر البط والديك الرومي يا زكريا. الحمد لله الحمد لله. بقى البنت بتتعالج عندك طول الفترة دي وأنا ما أعرفش. وأنت إيه حكايتك بالظبط؟ إزاي تبقي عارفة إن بنتك عندها المرض ده وما توديهاش تتعالج؟ لا، مين قال كده؟ انا بس كنت بعالجها بس من وراها. اصل انا كنت خايفه من الفضيحه، يعني كنت بكلم الدكتور في التليفون واشرح له الحاله وهو يقول لي اعمل ايه، بس واضح انه في الاخر طلع دكتور اصابات ملاعب. بس اصل انا يعني خايفه من الناس ومن الفضيحه يعني يا دكتوره. ولما بنتك تسرق دي مش فضيحه؟ انا ما بسيبهاش تمشي في حته لوحدها، رجلي على رجلها. طب اهي سرقت بقى وراحت الاسم، ازاي الحال بقى؟ الاسم ما تفكرنيش، ده انا كنت عامله زي العيل اللي بيسنن، عماله اسخن وعماله اسقع. عندك حق عندك حق. وبعدين انا عايزه اسالك بقى، ايه اللي انت عاملاه في البنات ده؟ قافله عليهم قوي كده ليه؟ مفهماهم ومخوفاهم من الرجاله، كان الرجاله دي ذئاب بشريه. يا ريت ذئاب بشريه، ما كنتش خفت. الرجالة عاملة زي البراغيت، يلدع الواحدة اللدعة تخليها تنط في السماء وفي الأرض وتقعد تحك ظهرها في الحيط. الراجل من دول ما يهمدش غير لما الواحدة تفركه كده بصوابعها. لا 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 لا، مفيش أحسن من الرجالة. وبعدين أنا عايز أسألك بقى، هتفضلي مقعدة البنات حواليكي كده لحد ما يعنسوا؟ يا ريت يعنسوا أحسن، ده الراجل في البيت عامل زي الصداع على القفا، يخلي الواحده راسها تتقل كده ويبقى نفسها يغمى عليها. ما يمكن يا اختي كانت حامل. حامل حامل ايه؟ هي لسه اتجوزت؟ ايه يا دكتوره؟ قولي لي يا نور، انت مريتي في حياتك قبل كده بتجربه عاطفيه فاشله؟ ها؟ ها ردي. الو. يا حول الله يا رب، طب اتاخرت كده ليه يا ترى؟ ايه اللي حصل يا رب؟ هات العواقب سليمه يا رب. عارفه وانا طفله ابويا كان شديد قوي، ابويا كان نفسه في ولد، وجيت لنا بنته الوحيده بنت، كان بيعاملني في كل حاجة على إني ولد وسماني نور، بس أنا جوايا كانت البنت بتصرخ، أقول أنا بنت يا جماعة، جبت عروسة صغيرة وخبيتها في الجنينة، كنت بلعب بيها من وراه، وكنت بروح عند جارتنا سعدية. سعدية ست طيبة قوي، فاكرة شكلها، فاكرة كلامها وضحكتها،
كنت بطمن معاها قوي، كانت تقعد تلعب معايا بالعروسة، كنت بحس إنها محتاجاني مش أنا اللي محتاجاها، علشان يا حبيبتي كانت ما بتخلفش. وفي يوم سمعنا سعدية بتصرخ وبتزعق، جوزها اتجوز عليها عشان ما بتخلفش، قالت له طلقني، راح بطلقها. سعدية اتغيرت قوي، كانت ماشية في البلد تايهة. وفي يوم أنا وأمي الله يرحمها قاعدين، سمعنا ناس بتقول الحقوا الحقوا، جرينا على بيت سعدية، لقيت النار مولعة في سعدية، رمت على نفسها جاز وحرقت نفسها. بقيت أبص لها وأنا عيلة صغيرة ونفسي النار تتفي ما بتتفيش، النار ماسكة في جسمها وهي عمالة تبصلي بتبصلي عايزة تقول حاجة بس أنا مش فاهمها. فضلت النار جوايا وصورتها جوايا أحلم بيها لغاية اتخرجت من كلية الشرطة، وشغلي بقى في السجن. السجن عالم تاني، عالم كرهني في الرجالة أكتر وأكتر. واتقابلت أنا وعبد الجبار، قلت اهو ده الراجل اللي هيشيل التراب اللي على العروسة. فرحت بيه وعشت معاه، عشت معاه وخلفنا 3 بنات زي العسل. كان حلم جميل قوي. كفاية بقى يا اختي، انا اللي تعبت. اكتشفت ان انا عايشة في وهم. يا بنتي انا تعبت. سيبيني اكملك، سيبيني. كان وهم وكذبة كبيرة كبيرة كبيرة، كان تاج المخدرات. على فكرة انت رحتي فين؟ مش لازم تسمعي مأساتي يا دكتورة. يا دكتورة طب اخد ايه؟ طب اروح ولا اروح فين؟ اروح فين؟ تروحي قاعدة كويسة يعني؟ هفضل قاعدة كده على طول؟ ما تخافيش يا حبيبتي، بس لازم تجيلي جلستين في الأسبوع. طب أنا عندي إيه يا دكتور؟ مش على طول كده. أيوة يعني عندي مرض خطير، يعني أنا هعيش ولا إيه؟ حالتك دي ما مرضش عليا، أنا هراجع تاني نفسي في الكتب. طب على راحتك يا دكتور، بس عشان خاطر اوعي اوعي تقولي الامانه ان انا بجيلك. البنت هتقول لاخواتها ويقولوا عليا مجنونه ولا حاجه. لا يا اختي، لا يا اختي، لا يا اختي، ما اقولش ابدا. طيب مش هقول، يفتكروني مجنونه. ما تقلقيش يا بنتي انا هعالجك. مدام انتصار، مدام انتصار، الامن بلغني ان امجد بيه الحرطه ليه حضرتك طالع. اقبضوا عليه. ايه؟ خليه يطلع، خليه يطلع. اتفضلي. بقول لك ايه؟ نعم. ايه طريق حضرتك دي؟ اولا انا اللي مطلقه، انا اللي سايباه، انا اللي خلعاه، يلا اتخلعي من قدامي. طليقك. صباح الخير. اهلا. امجد بيه الحر بحاله هنا. يا سلام، ده ايه البركه، ايه الخير اللي انا فيه ده؟ ايه رايك انت في المفاجاه دي؟ وحشه زي الزفت. ليه بس يا ام العيال؟ ايه ام العيال؟ بلدي بلدي بلدي، لسه زي ما انت، مفيش فايده. حاسس انك بتكلم ام احمد. طيب دلوقتي انا جاي لك يا انتصار بشان عمرو ابننا. الولد يا حبيبي صعبان عليا جدا، عايزين نخطب له بقى. يبقى انت ناوي تجوزها له؟ ايه اجوزها له دي؟ وبعدين احنا مش متفقين انا وانتي على كل حاجة قبل كده؟ ده كان زمان في الاول، قبل ما اروح للست دي وتهزقني ام لسان طويل. طيب ايه رأيك بقى اللي يخليها تعتذر لك وتبدي الندم وتبوس القدم على غلطتها في حق في حق مين؟ خلاص يا ستي
بضحك معاكي. ايه رايك بقى اللي خليها تعتذرلك؟ وهيفرق ايه معايا؟ على راي المثل بتشتمني في الشارع وتيجي تصالحني في زنجه، الهي تتزنق جمان وكمان يا قادر يا كريم. طيب ايه رايك بقى اللي خليها تعتذرلك قدام مصر كلها بل قدام الوطن العربي كمان؟ ازاي؟ هتجيلك القناه وتستضيفيها وتعتذرلك على الهوا. يا سلام بالبساطه دي، وهي هتوافق على كده ان شاء الله؟ سيبيلي الموضوع ده انتصار. ايه مش هتطلبي لي حاجه؟ لو انت مش مستعجل. لا لو انت ما وراكش شغل. لا عايز ايه؟ حاضر هطلب بس من غير ما تمدي ايدك. يا ريت كوبايه شاي وعلبه سجاير من نفس النوع اللي كنت بشرب منه. هو انا خلعتك من قليل؟ متشكر قوي يا مدام نور ان حضرتك قبلتي دعوتي. مع ان النهارده عندي بطوله نهائي الاسكواش للسيدات في السجن، بس ذوقك خلاني ما قلتش لا. الله يخليكي، اتفضلي. شكرا. انا متشكر لذوقك ورقتك وجمالك. جمالي؟ اقعد اقعد. اتفضلي. ها الحقيقه انا اعرفك كويس يا مدام نور، وعارف انك كأم حنونة وعظيمة وتحملتي مشقة تربية بناتك بقوة وشموخ. اللي قدامك دي يا استاذ امجد وجهة بحر الحياة بدون عوامة، لكن معلش خلينا في الموضوع اللي حضرتك عايزني فيه لان انا مستعجلة. الموضوع باختصار عمرو ابني وبنت حضرتك عدال. انا قلت شروطي وكانت النتيجة الإهانة من السيدة انتصار طليقة حضرتك، وبعد ما أنقذت حياتها وعرضت نفسي للخطر طلعت في التلفزيون جابت سيرة الحادثة كلها وما جابتش سيرتي. ست سودة، سودة من جواها. هي من ناحية سودة فهي سودة حضرتك، بس ذنب الولاد إيه؟ الله، وأنا ذنبي إيه؟ أجوز بنتي لابنها يورث غدد الحقد يطلع الحفيد ايه؟ مسمم؟ حضرتك انا بوعدك ان بنتك مش هتشوف انتصار. عمرو ابني قاعد معايا هو واخته. ايوه يعني مش هتشوف انتصار الا في المناسبات السعيده. ما اعتقدش هيبقى في مناسبات سعيده. استاذ امجد مش قادره انسى الاهانه دي، كانت في بيتي والله لو شفتها في الشارع فيس تو فيس هفسفس لها كده نفخه. طيب واللي يخليها لك تبوس القدم وتبدي الندم وتعتذر لك قدام كل الوطن العربي؟ يا سلام، ازاي؟ ورجعنا بعد الفاصل، وشرفنا النهارده ان احنا يكون معانا عميد سجن القناطر المأموره نور عز الدين. اهلا وسهلا، اتشرفنا. تمام سيادتك، اهلا بسيادتك واهلا بالساده المشاهدين سيادتك، وكل عام وانتم بخير سيادتك. واحنا في العيد يعني شايفاني ماسكه العلم ولا ايه؟ اهلا بحضرتك. اهلا. الحقيقه سيادتك انا سعيده جدا ان سيادتك الغمامه اللي كانت على عين سيادتك شلتيها خالص، وعرفتي دور الشرطه النسائيه سيادتك. دور الشرطه النسائيه سيادتك. ايه يا جماعه، هم مالهم بادئين متحفزين قوي كده ليه؟ هو انت يا بنت انت غاويه تقلقي نفسك على الفاضي؟ ما هم زي السمنه على العسل قدامك اهو. اسكتي بقى. انا غيرت. عندك حق يا منى، ما الحلقه ماشيه زي الفل اهو. انا لسه مصره على ان المراه ملهاش غير بيتها. ايوه اي مجال تاني غير الشرطه. يا عمر. ايوه حضرتك، لان احنا لينا الحلقه بدات هي وانا قاعده بتفرج. الست ما ينفعش ابدا. لا لا ان شاء الله ربنا يستر باذن الله. نعم نعم. انا لو اعرف ان سيادتك هتبقي رايك لسه بالسطحيه دي سيادتك وبالرجعيه دي سيادتك، انا ما كنتش حضرت الحلقه دي سيادتك معاكي، لان كده معناه غلط خالص ان انا احضر واسجل مع حضرتك، لان ده يعتبر خيانه لزمايلي الشرطيين سيادتك. هو حضرتك
ايه اللي اوحالك ان انا غيرت رايي؟ الله 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 الله، لما انت ما غيرتيش رايك سيادتك، مستضيفاني عندك ليه سيادتك؟ عشان تخرجي عقدك سيادتك؟ يعني هي نفسنا سيادتك ولا ايه سيادتك؟ ايوه اعزائي المشاهدين، ايوه احنا فاصل وهنرجع تاني معاكم، اهلا بيكم، انتظرونا. جرى ايه يا ست انتي؟ انتي جاي تهزقيني هنا في البرنامج عندي؟ انا ماسكه لساني بالعافيه، انا ما نطقتش، انا لو سبت لساني عليكي هخليه يعمل لك عمليه ازاله كرامه وامسح بكرامتك الارض هنا في الاستوديو. تمسحي بمين؟ لا فوقي، لا ده انت عايزه بقى تتربي من اول وجديد. بس 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 سكت الكلام، بدا العمل. تسمحي لي، اسمحي لي بالرقصه دي لو سمحتي، اسمحي لي اسمحي لي. لا اسود، اتفضلي اتفضلي انت اتفضلي. ايه ده؟ ايه اللي جابني؟ ايه اللي جابني عند اسكتي، ما شافوهمش وهم بيتخانقوا. كنت فاضي لا يمكن تتخان، كنت فاضي لا يمكن تتخان. فضل ده فوز مني، انا اعطيك يعني اعطيك. تعالي وليا يا مالهم، ايه اللي جابت عندي سكرة فضلي يا اللي سكرة شعرك بهدلك. يا طارق اللي حصل يا بنات في الفاصل؟ انا حاسه ان ماما هتمشي مش هتكمل البرنامج ده. ربنا يستر يا عداله. ما انا متصالح ان هو بعد 5 ثواني. 5 4 3 2 1. سجل معاك ست، اوعي انا غلش مش هسجل. هوا 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 انا مالي، انا هوا ولا ايه؟ ودي ده بتاع مين ده؟ اعزائي المشاهدين رجعنا بعد الفاصل، وانا عايزه اقول لكم ان يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأنا النهاردة استضفت الحاجة نور النهاردة علشان تقول رأيها بصراحة. لا الموضوع ده ملوش رأيين سيادتك. أيوة. الموضوع ده مش قضية جدلية سيادتك. لأن إنجازات الشرطة النسائية على مرأة ومسمع من الجميع سيادتك، واللي ما بيشوفش من الغربال سيادتك يروح يكشف نظر سيادتك. وليه حضرتك مصرة انك انت تفرضي رأيك على الجمهور؟ ما تسيب الجمهور هو اللي يقول رأيه. انا مش بفرض رأيي سيادتك على الجمهور، انا بواعيه، وعلى رأي المثل واعيني سيادتك ولا تغديني سيادتك. على اي حال نشكركم لوجودكم معنا النهاردة في الحلقة الساخنة دي، وإلى اللقاء في برنامج تاني خالص إن شاء الله. تعالي ده انا هنفك وشك على 90 يا زباله الاعلام، يا زباله، يا بواقي، يا بواقي البرامج. تعالوا هتقولي فين مسدسي؟ مسدسي فين؟ مسدسي وريني شعرك العيال دوت. الو، اي عمر الهدايا يا عمر، خلاص بعد اللي حصل النهارده مفيش امل في جوازنا. ايوه هي دي الحقيقه، الوداعه، الوداع يا عمر، الوداع.